بندي معلومات طبية مش علشان تطبق، لكن لمجرد ان انتوا لما تعرفوها تبقوا متعاونين اكتر مع الدكتور الاخصائي بتاعكم، وبالتالي يبقى في نتيجة احسن. اهلا بكم احبائنا مشاهدين واصحاب قناة لوبس في برنامج جديد من برامج الصحة الكاملة. النهاردة الحقيقة البرنامج بتاعنا هيتكلم على موضوع يعتبر يعني شائك او مهم جدا، بس الناس ما بتحبش تتكلم عليه، زي ما يكون حاجة لو اتكلموا عليها هتحصل، مع انها بتحصل كتير حوالينا وفي اسرنا وفي احبائنا من غير ما احنا ننتبه، الا بعد ما الموضوع يكون تفاقم وزاد مضاعفاته. الحقيقة الموضوع بتاعنا النهاردة عن ادمان اي حاجة بقى، بس هنتكلم اكتر على ادمان المواد الكيماوية اللي هي اللي بنتعاطاها، مش ادمان بيهيفير يعني حاجة بنتعود نعملها. فهيبقى معنا النهاردة الدكاترة والاحباء المتخصصين في الموضوع ده، واحب اقدمهم ليكو علشان نستفاد من كل خبرتهم ومعلوماتهم، وياريت ندي انتباه للموضوع ونطلب احبائنا ونقول لهم تابعوا البرنامج علشان هيفيد كل الناس. إذا ما كانش ليه شخصيا للشخص اللي بيتفرج، هيبقى لأحبائه، والوقاية قبل ما يفاجأ بحد من أحبائه يعني واقع في المشكلة دي، والوقوع المتأخر هنسمع عنه إزاي بيبقى خطير. معنا النهاردة الأنسة فيرا مرقص. أهلا بيك يا فيرا. فيرا الحقيقة درسة كيماويات الإنسان including كيماويات المخ، فهي لما بتتكلم عن الأدوية دي في ذهنها أو العقارات اللي بيتعاطاها الناس، مخها على طول بيفكر في الكيماويات والحاجات الدقيقة اللي جوه المخ اللي الأبحاث الجديدة وضحتها بطريقة ما كناش عارفينها قبل كده. ومعنا الدكتور مايكل بشارة. أهلا بيك يا دكتور. الدكتور مايكل بشارة الحقيقة خلص طب، وبعدين خلص 4 سنين تخصص أمراض باطنية، وبعد ما خد البورد اللي هو الزمالة أو الدكتوراه يعني فيها، قرر يتجه للإدمان كتخصص جديد دلوقتي، وليه بورد لوحده من ناحية إدمان المخدرات وإدمان الأدوية اللي هي بتأثر على المخ، مش الإدمان السيكولوجي بس يعني. فبنرحب بيك يا دكتور وبنشكرك علشان جيت مشوار بتاع حوالي 200 كيلو، ربنا يعوضك. مرسي مرسي. وطبعا معنا الدكتور يوسف عوض. أهلا بيك يا دكتور يوسف، اللي هو بيقدم وبيعد البرنامج باستمرار. والدكتور يوسف عوض زي ما انتوا عارفين هو تخصص أمراض باطنية، وبالتالي بيشوف الناس دول بدري شوية يمكن، وبعدين يوصلهم للدكتور مايكل. والأنسة فيرا بتتابع التغيرات، وتقدر تقول هما لسه في أي مرحلة من العلاج أو في أي مرحلة من الإدمان.
طيب نبتدي موضوعنا، وأبتدي بسؤال بسيط، يعني الناس اللي بتشوفنا بتقول هما يتكلموا عن الإدمان، إيه هو؟ اتفضل يا دكتور مايكل. Thank you. الإدمان تعريفه إن هو ممكن إحنا نقول التعريف بتاعه اللي هو الاستمرار المزمن في العادة رغم حدوث النتائج السلبية لهذه العادة. لكن معناها ايه؟ معناها ان احنا مش كل واحد هيشرب ازازة بيرة هيبقى مدمن، لكن المشكلة بتحصل لما يبتدي يستعمل بكثرة وبعدين يبتدي يخش في نتائج سلبية لهذه العادة، يعني تبتدي تأثر على حياته، تأثر على عيلته، تأثر على أولاده، ممكن تدخله في تحت وطأة القانون ويبتدي يخش السجن ويبتدي تعمل له محاضر وتبقى مشكلة أكبر. مع هذا كله تلاقي الإنسان نفسه مش قادر يفهم إنه عنده مشكلة. الحاجة اللي أنا لازم نتكلم عليها وراها على طول هو موضوع التولرنس أو موضوع إن التعود بتاع الجسم على هذه المادة. يعني أنا بشوف ناس كتيرة قوي خدوا دي واي وخدوا اللي هو بيبقوا تحت الأفكت بتأثير بتاع الألكول، وبعدين البوليس مسكهم ولقوا الليفل أربعة أضعاف خمس أضعاف الليجل الحد القانوني بتاعها. طب ازاي الناس دي وصلت لكده؟ الناس دي وصلت لان الكاس اللي كان بيشربه زمان وبيحس بحاجة بيه بطل يعمل، بطل يحس بيه، فدلوقتي بيشرب كاسين ثلاثة أربعة خمسة لغاية ما يبتدي يحس ان هو ممكن يكون تحت تأثير الكحول، لكن عمدا ما بقاش، يبقى ماشي وحاسس انه كويس. ليه؟ لان التولرنس ده عالي قوي عنده، الجسم اتعود جدا على المادة دي لدرجة انه مبقاش يحسها، ودي الخطورة بتاعتها ان بيبتدي في الادوية، بيبتدي في الكحول، بيبتدي في الهيروين، بيبتدي في الماريجوانا، يبتدي يزيد جدا، تبتدي الاعراض دي تظهر جدا، الاعراض الجانبية تبتدي تظهر، لكن هو الانسان نفسه مش حاسس بحاجة. فادي تعريف الادكشن او الادمان عامة. طيب هل دي حاجة نادرة ولا حاجة بنتكلم احنا عليها هنا كأننا عايشين في جو تاني، ولا لأنها حاجة الناس مخبياها وبتعتبرها عيب نتكلم فيها وعيب اللي عنده حد في الأسرة وصل لمرحلة خطرة انه يعرف ناس تانية زي ما تكون عار يعني؟ فتدينا احصائيات يا فيرا حبيبتي تفهمينا ليه احنا فعلا لنا حق نتكلم عليها. مش نادرة خالص actually. الأحصائيات بتبين ان الأرقام تخوف، يعني it's scary how big it is. في أمريكا دلوقتي حاليا أكتر من 20 مليون واحد بيعانوا من الإدمان. 20 مليون من 300 مليون، يعني حوالي 18 أو 17% بالضبط. 20 مليون فوق سن 12 سنة. من ال 20 مليون دول 3 مليون بس اتعالجوا في السنة اللي فاتت. 3 مليون اتعالجوا منهم. اتعالجوا يعني بطلوا ولا؟ يعني دخلوا تريتمنت. يعني راحوا عشان يتعالجوا، بس ال relapse rate بتاع is very high. ف 3 مليون راحوا يحاولوا يتعالجوا. 9.5 مليون قالوا ان هم ساقوا تحت، وهم كانوا تحت تأثير المخدرات او كانوا على المخدرات وكانوا بيسوقوا. وده بيعملوا ايه بقى لما يسوق وبيحصل ايه؟ بيبقى it's very dangerous. زي ما هو الدكتور بشارة قال بيبقى في DUI اللي هي لو امان يعني والبوليس مسكه. لو البوليس مسكش حوادث سجن ده بيبقى على الريكورد for the rest of your life. في ناس بتطلع من الكليات ومدارس، في ناس بتوصل لطب وبتطرد من المدارس بسبب مشاكل زي كده. في دكاترة بتخسر اللايسنس بتاعتها بسبب الكحول ويوز اوف دراجز اون ذا جوب. اكتر مجموعه بتستعمل مخدرات مجموعه سن من 12 ل 25.
دي اكتر مجموعه بتستعمل. بس المخدرات استعمال المخدرات بيبتدي من سن 9 سنين ل 11. يعني في اطفال بتبتدي كتير جدا بتبتدي تجرب من 9 سنين ل 11 سنه، ده elementary school يعني ابتدائيه، من سن الابتدائي بيبتدوا. 90% actually من الناس المدمنه او من الناس بتعمل مخدرات بتكون ابتدت قبل سن 18 سنه. 90% دي مهمه قوي، يعني بمعنى ان لو احنا حافظنا على احبائنا من ان هم يدخلوا في الادمان على ما يخلصوا الجامعه ويشتغلوا، يبقى فرصتهم امان شويه عن الاطفال الصغيره اللي بيتنسوا هم في المدارس والبيرنتس يكونوا مشغولين ومش عاوزين يبتدوا بدري. فاللي بيبتدي بدري احتمال ان هو يكمل ويوصل للحضيض يعني اعلى كتير من اللي بيحاول متاخر. الحقيقه دي نقطه مهمه جدا، لان الاباء والامهات يحسوا ان ده طفل لسه صغير. احنا بنتكلم على ايه؟ يعني الطفل ده لسه سنه، يعني 9 سنين، ده احنا بنتكلم على طفل في ثالثه ابتدائي. هل ثالثه ابتدائي يبتدي يعني بيلعبوا بالكوره ولا بيلعبوا بالعروسه؟ فلما ابتدي تظهر حاجات زي كده، المفروض ان يكونوا الابهات والامهات يبتدوا يفكروا ان ده ممكن يكون مواد كيماويه، وممكن يكون الولد ابتدى يشتغل وابتدى يخش في المشكله دي وهو في السن الصغير ده، لانها مش هتحصل في السن الكبير، هتحصل في السن الصغير. انا بس حبيت يعني من ضمن ال 20 مليون اللي بتتكلم عليهم، في حوالي 6 مليون من امريكا بيابيوز او بيستعملوا المواد الافيونيه من خلال روشتات من الدكاتره. دي حاجه يعني هم مش بيجيبوها. فنسبه كبيره، يعني حوالي 6 مليون من ال 20 اللي هم ذكروهم، ودي اكتر من الكوكين والهيروين مع بعضيهم. كمان نسبه استخدام او الابيوز او سوء استخدام المواد المخدره اللي بيكتبوها الدكاتره زادت بحوالي نسبه 400% من سنه 98 لسنه 2008 في خلال 10 سنين. كمان الوفاه نتيجه الامراض نتيجه المواد الافيونيه زادت 4 مرات من سنة 99 لسنة 2007، وبيقولوا ان في حوالي 120 امريكان يعني بيموتوا كل يوم نتيجة تعاطي المواد اللي هو بيجيبوها من دكاترة، زي الهيدروكودون، زي كل انواع الابيويد، انواع عديدة يعني. كمان بقى المخدرات بقت السبب الثاني للوفاة بعد الحوادث في حوالي 17 ولاية. مثلا الوفاة نتيجة دواء اسمه ميثادون، يمكن هنتكلم عليه بعدين، زادت أكتر من 400% من خلال سنة 99 لخلال سنة 2005. فمشكلة إن تعاطي او سوء استخدام المواد اللي هي الافيونيه اللي بتتوصف من الدكاتره بقت مشكله كبيره جدا. والجنرال سيرجن بتاع الولايات المتحده، وزير الصحه، ووزير الصحه يعني اعلن الحرب على كتابه او على وصف المخدرات، وبعد جوابات لكل الدكاتره بيطلب منهم انهم يكتبوا المخدرات دي في 3 حالات بس. حالة لو واحد عنده سرطان، او لو واحد بيموت، او بعد العمليات الجراحية لمدة 3 ايام بس. كويس خالص. الحقيقة الاحصائيات الزيادة زي ما حضرتك قلت، بس الحاجات بقى الجديدة ان حاجات الاوفر دوسز والموت ابتدت تزيد من سنة 8 زي ما حضرتك قلت، وابتدوا يراقبوها. السنة اللي فاتت كان 50,000 واحد ماتوا، السنة اللي قبلها كان 44,000 واحد ماتوا، فاللي قبلها كانت 24,000.
فابتدينا بنزيد جدا والاوفر دوسز ابتدت تزيد جدا، ولدرجه ان هو عدت دلوقتي عدت الحوادث يعني من 44 ل 50 لما زادت عدت الحوادث بقت الموت او الاوفر دوسز عدى موضوع الحوادث. عشان كده الرئيس اوباما اصدر قرار او في جولاي في يوليو السنه دي ب لازم محاربه تعاطي المواد الافيونيه من خلال روشتات، ورصد لها مبالغ كبيره جدا علشان يعلموا الناس ويعلموا ان يعني يحاولوا انهم يحسنوا من النتائج الصعبه اللي بتحصل نتيجه تعاطي المواد اللي هي الوصفات الطبيه اللي فيها مخدرات. يعني باختصار المخدرات دلوقتي بقت بتسبب موت ناس، نمرة واحد الناس دول في سن الأحسن سن في الإنتاج ولسه قدامهم حياتهم وفي القوة العاملة يعني بتاعت البلد، مش الناس الكبار في السن، دي حاجة. الحاجة التانية إنها زادت عن عدد الناس اللي بتموت في الحوادث وعدد الناس اللي بيموت بالسرطانات، يعني اللي بيجيله سرطان بيصرف ألافات المؤلفة علشان يتعالج، بينما مقابل ليه في أكتر من الواحد على الإدمان اللي هي حاجة مفروض ما تبتديش، وإذا ابتدت بدري مفروض نعف لها ونعالجها قبل ما تضيع حياة الشاب اللي لسه في مستقبله موجود. يعني قيمة الإنسان بتروح خالص نتيجة ده. يعني فكرتيني يا دكتورة شهيرة في قعدنا عملنا كده إحصائية كده بالنسبة لنا احنا يعني بين الدكاترة مع بعض، لقينا ان الإنسان اللي دخل في الكحوليات بيضيع من حياته 500,000 دولار في حياته. الـ500,000 دولار دي مش نص مليون دولار هيروحوا من حياته، دي مش انكلودنج العلاج، العلاج خارجها، بس مجرد الانكم مجرد الدخل بتاعه والانتاج بتاعه بينتهي فبتاخد وقت، بتاخد وقت طويل عشان نعالجهم، وبعدين بيعملوا ريلابس تاني وبيخشوا يتنكسوا تاني. فعملية ان هو الشخص بيضيع منه اكتر من نص مليون دولار. ده غير الوقت، اللي هو اهم من اللي هو حياته، الوقت هي الحياة. طيب عايزين نعرف هو الادمان ليه مراحل، ولا مثلا وهل بيختلف حسب الدواء من دواء الاخر او من مادة الاخرى؟ وكمان تشرح لنا دكتور مايكل المراحل بتاعته، وبعدين حضرتك بقى بتشتغلي على الكيماويات بتاعت المخ، تقول لنا هل الأدوية كلها زي بعض؟ لو أنا أخدت حاجة هتعود عليها بسرعة أكتر من حاجة أخرى تشرحي لنا، وتشرحي لنا المخ بيحصل له إيه لما نشوف الفيديو بعد ما يتكلم الدكتور مايكل. اتفضل. لا أنا أسيب الموضوع ده فيرا هي تقدر تتكلم فيه. طيب. فهتقول بالظبط إيه اللي بيحصل. طيب. الإدمان ما بتديش على طول، يعني الواحد مش بيصحى الصبح ويقول أنا عايز أجرب أو عايز أشرب. في زي دايرة سايكل اسمه نسميها سايكل اوف ادكشن. الدايرة دي بتبتدي من الواحد بيكون مثلا في سن صغير أو كبير مشكلة، زي مضطرب عنده إحباط من مشكلة في البيت في الشغل مادية مهما تكون، بيبتدي بيكون عايز يطلع زي بيقول يفرفر مثلا. أوكي. فبيبتدي حاجة اسمها فانتسايزنج، أول حاجة فرستريشن أو الإحباط، تاني حاجة فانتسايزنج، بيبتدي يتخيل حياتي تكون إيه لو انا استعملت مخدرات او لو شربت شويه ههدى من يو نو من الانكزايتي اضطراب اللي عندي، او لو خدت دي هتنوم بسرعه، لو خدت دي هتخليني فيبتدي فانتسايزنج، بس يبتدي يفكر. الاول بيكون تفكير، بعدين يبتدي حاجه اسمها اوبسيشن اللي هو بيجيله زي هوس، يعني طب لا انا فعلا لو شربت هرتاح، او فعلا لو اخدت هنام، او المشاكل في البيت هتتحل، فيبتدي اوبسيسنج اوفر ذا ايديا. بعد obsessing engaging يبتدي يستعمل، يبتدي يجرب،
سواء في الشغل او سواء من اصحابه او سواء الكحول في البيت وحده، فيبتدي engaging او acting out. بعدين مفيش حد بيجرب وبيقف، يعني I guarantee you. كل الناس بتقول او هو الادمان بيبتدي ازاي، اجرب واحده مع اصحابي او اجرب سيجاره او اجرب بق من دي او من ده، كل اللي بيبتدي محدش بيقدر يقف. فوانس ان انت ابتديت في عدم تحكم، بعد كده مش قادر تتحكم في المشكله، you lose control. بعد ما you lose control بقيت بتشرب مثلا على طول او بتدخن على طول، you start feeling guilty. بيبقى الواحد بيجيله يحس ان هو ندمان او يحس ان هو مكسوف من اللي بيعمله او lose respect، مش عنده احترام لنفسه anymore زي الاول. بعد كده يرجع يقول طب خلاص انا هبطل. وكل and this is where it's dangerous، ان كل اللي بيقول هبطل وحدي ما بينجحش، ما فيش اي حد يقدر يبطل الادمان وحده. بس يقولوا اوكي هبطل وحدي، يحاول يبطل ما ينجحش في ان هو يبطل او يعالج نفسه، فيبتدي all over تاني، يجيله اضطراب، يجيله احباط، فيبتدي الدايرة تاني، يبتدي يفكر طب انا استعمل شوية عشان ارتاح، circle starts all over again. الحقيقة فكرني وفيرا بتتكلم على قداسة البابا شنودة، كان حكى مرة وبيقول هو كان شاعر وبيحب، وايام قبل ما يخش الدير يعني، فكان شاب وراح للاستاذ بتاعه بتاع الشعر فعرض عليه سجارة على اساس ان هم بيحيوا بعض يعني، فعرض عليه سجارة قال له اتفضل اشرب، قال له لا انا مش هقدر اشرب. فطبعا هم مش قادر يتصور ليه مش عاوز يشرب، ده انا بدي له حاجة كويسة يعني. ف نعم بيرحب بيه يعني. فبعد الحاح كتير فالبابا شنودة قال له بص انا هقول لك حاجه، انا عرفت ان كل واحد اداله اول سيجاره ومسك فيه بيفضل يدعي عليه كل حياته، فانا ممكن اخد السيجاره منك وادعي عليك طول حياتك. قال له لا خلاص. فخلاص بطل يعزم عليه. فدي بتدينا ازاي ان هي من الحاجه، يعني يقول لك ليه ايه مشكله ماشي اشرب حاجه اشرب اعمل حاجه بسيطه قوي، انا ما اضمنش النتيجه بتاعتها ايه. طبعا بس دكتور مشاره يعني هو انا لما كنت شغال في الصعيد كان علشان يكرموا الدكتور لازم يعزموا عليه علبه سجاير، ولما خدهاش تبقى مشكله كبيره ويحلفوا بالطلقات وكده. فاحيانا بتيجي من عن طريق العادات الاجتماعيه السيئه، ان واحد يغصب على واحد ان ياخد سيجاره او يعني نوع من المحبه، بس هي محبه خاطئه وعادات خاطئه. طبعا ده برضو بيرجعنا ان الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه ده مش موضوع بعيد عننا، انما للاسف موجود في كنيسنا هنا في أمريكا وموجود في بعض الشباب، وكل يعني بالحين والآخر بنسمع عن مجموعات من الشباب داخل الكنائس بيتعاطوا مخدرات، لأن المجتمع هنا مفتوح وسهل جدا أن الواحد يجيب المخدرات. للأسف أن أمريكا وافقوا السنة دي في كاليفورنيا على أن يسمحوا بتعاطي المروانة ريكريشنال يعني للمزاج، كانت الاول ميديسينيال يعني بسبب العلاج يعني، انما دلوقتي بقت ممكن في سنة 2018 ممكن الواحد يدخل على الماشين ويجيب ازازة كوكا كولا وكيس ماروانا. ده للأسف الحقيقة. انا عاوز اعلق على الموضوع ده، طبعا it passed وبقت قانون. في مشكلة ان under the FDA الفيدرال ان it's still a class 1 ومش مهم الستيتس تعمل ايه، فلسه عندنا legal issues يعني it's not that clear ان كل واحد يروح يشرب لكن وممكن يشتري، لكن مشكلتها برضك هتبقى under الفيدرال هتبقى لسه illegal. الحاجة التانية التريبل اي اللي هم بتوع السيارات وتأمين السيارات وده طلعوا warning، قالوا ان الناس تحذير ان الناس اللي بتشرب الماريجوانا او البانجو في مصر يعني نسبة الحوادث زادت وبتزيد.
مش قادرين يعرفوها بالظبط قد ايه، لكن الرياكشن تايم اللي هو الوقت اللي هو بيتاخد من ان انا اشوف حاجه خطر وان انا ادوس الفرامل، الوقت ده زاد، يبقى معناها ان انا ده هيؤدي الى حوادث اكتر. انا بس حبيت ان انا لان الدكتور ذكر حاجه مهمه. كان في صوره خاصه بالمروان يا ريت لو. طيب معنا مكالمه ناخدها وبعدين هقول اللي معانا على الخط يتفضل. انا اسفه للتاخير. هاي دكتور شهيره، انا مايكل فام. انا جاست وونت تو ثانك يو وثانك دكتور عوض وثانك يو دكتور اشاره وفيرا على المعلومات الكويسه خالص اللي انتم مقدمينها اللي بتنفع كل بيت. ثانك يو سو ماتش يا دكتور. سلام، اهلا بيك حبيبي. شكرا، اتفضل بس كده. ثانك يو يا دكتور. طيب نشكرك خالص. انت عارف مكالمتك دي مهمه جدا ليه؟ عشان هتخلي الناس اللي فاكره ان الموضوع لا يخصها. لا بالعكس، ده الموضوع مهم جدا لكل بيت، لازم نعرف التفاصيل دي ولازم نعرف يعني ازاي نواجهها، ودي مهمه قوي لكل بيت عشان كل بيت عنده اولاد وعنده شباب. مش ميرسي خالص على مداخلتك. شكرا يا دكتور. انا بس بشكر كل المحاضرين، ربنا يبارك. انا بس النقطه اللي حضرتك قلتها دلوقتي عايزين نشوف الفيديو اللي بيبين المخ. يعني انت بتقولي ان اللي بياخد مروانة اللي هو الحشيش او البانجو او اللي الناس كلها فاكرة ان دي بتقضي وقت كويس، ان هو بيأثر على المخ بحيث يخليه مش قادر ينتبه يعمل ايه في الوقت المناسب، فعشان كده ما يجي مثلا قدامه عربية جاية على ما يتحرك ومخه يستجيب تكون الحادثة حصلت، مش زي الناس اللي مش اللي ربنا عملها يعني ان مخها يستجيب بسرعة. يعني الريفليكس او الرياكشن تفاعله مع الاحداث بيبقى ببطء شديد بحيث يبقى فيه خطورة. وانا فاكرة عندي تلامذة من اعدادي الحقيقة كان الامهم بتيجي وتقول لي ما بيذاكرش، وكل ما اقول له ما بتذاكرش ليه يقول لي هنجح وهجيب. فهي بتديهم احساس ب عدم الوعي او عدم الاهتمام او البطء في التفكير او التحكم او الحكم على الامور بيختلف. يعني يقول لك انا هنجح وهو ما بيذاكرش، العاقل يقول ما بذاكرش يبقى يوم الامتحان مش هعرف اجاوب، لكن هو اللي بيتعاطى المروانة بيفتكر ان هو ساعة اللزوم هيجيله التصرف الصح، لان مخه فقد الاحساس بنتيجة الافعال في بطئها. نشوف صورة لو سمحت المخ اللي نمرة 5 لو سمحت، المخ اللي عادي والمخ اللي ربنا عمله والمخ اللي الانسان بوظه. تشرح لنا يا دكتوره مدام او دكتور مايكل اتفضل. انا الحقيقه الـ لما نبص هنا دي صوره بتاعت بيت سكان. البيت سكان بياخد الكيماويات او الكيميكال رياكشنز او كيميكال رياكشنز في البرين، وبعدين بنبص عليه الانتنسيتي بتاعته او الكمية التفاعلات قد ايه. فاحنا لو بصينا على الليفت سايد على ناحية الشمال هنلاقي كل يعني الازرق ده كمية قليلة من الاكسجين، وبعدين يبتدي اخضر يبتدى البرين يزود الاكسجين شوية، وبعدين احمر يبتدي بيستعمله فعلا جامد. لو بصينا ناحية الناحية التانية ناحية اليمين هنبص تلاقي الأكسجين قل، الرياكشنز قلت، البرين ابتدى يتغير. ودي الحقيقة تجيبنا النقطة ان البرين اللي بيقولوا الإدمان ممكن ان انا ابطله بسهولة، لا ما تقدرش، لان الإدمان غير حاجات في المخ وغير ستراكشرز في المخ. يعني نشوف ناحيه الشمال في الصوره التحتانيه هنلاقي ناحيه الشمال تلاقي البرين كويس ومليان. بص على الناحيه اليمين هبص ابتدى في جليوسز او ابتدى في حصل ان دمور. السيلز دمور ودمور في اماكن،
لدرجة ان احنا يعني انا شفت MRI بتاع واحد الكهوليك، واحد كان بيشرب، كان عبارة عن سويس تشيز، يعني زي السويس تشيز كلها مخرمة. فاللي بيقول ان احنا عاوزين نفكر ان دي مش عادة، هي تبتدي بعادة لكن بعد كده بتنتهي لتشينجز او تغيرات في المخ، والتغيرات في المخ دي مش هتروح بسهولة. احنا ريكلاسيفايد او عملنا الادكشن دلوقتي تحت امراض مش تحت عوائد الامراض. يبقى دام في مرض يبقى له لازم علاج، يعني بتاع السكر بتاع الضغط هيبقى كويس لو خد الدواء، ولو ما خدش الدواء هيحصل ايه؟ بيرجع تاني الاعراض بتاعت المرض الاولاني. صحيح احنا بنعالج، واللي يخش مثلا مصحة ويتعالج من موضوع الادكشن، لكن لسه له بقية التغييرات اللي حصلت جوه المخ، واحنا عارفين كل التغييرات دي. انا مش عاوز ان انا اقولها بالتفاصيل لانها تفاصيل علمية قوي، لكن التفاصيل دي موجودة وعارفينها وشايفينها، وانتوا حضرتكم البيت سكان باين واضح جدا ان المخ بيتأثر بالمواد الكيماوية. هل ممكن بعد لو واحد دخل تريتمنت وابتدى يتعالج for a long time ال brain tissue دي تبقى regenerated او يرجع تاني؟ لو مدة طويلة، لو مدة طويلة ما بقاش في رجوع، يعني في يعني الصورة اللي كانت على اليمين من تحت دي، ده حصل permanent damage، ده حصل permanent damage، ده مش هيرجع تاني. البرين ده مش هيرجع تاني، مش هيرجع بزي التاني ابدا، عمره ما يحصل. لو حصل في تغيرات ولسه لحقناها في موضوع النيورو ترانسميترز، اذا كانت لسه موجوده النيورو ترانسميتر ممكن نزقها ونعدلها، لكن لو حصل ستراكشر، يعني حصل فعلا الجزء من البرين اتاكل او انتهى، بيبقى ملوش رجوع تاني. فده محتاج نخلي بالنا تاني عشان ما حدش يغلط. الادمان وقت ما حصل، حصل تغيير في المخ، ولما يحصل تغيير في المخ يبقى لازم بقى مرض، ما بقتش عادة، وما بقتش عادة بقى مرض، يبقى معناها المرض محتاج علاج. صحيح مش لازم أدوية، مش لازم كل حاجة، بس الإنسان اللي هو دخل مصحة مثلا وطلع بقى كويس كويس خالص، لازم يروح الفولو أب بتاعته، ولازم يستنى على الأدوية اللي كتبها الدكتور المتخصص. طب دكتور مايكل، أنا بس أحب أوضح حاجة من كلمتك وصلحني إذا كنت غلطانة. الناس دي رغم إن حصل لها تغيير ودمور في بعض الخلايا، ده مش معناها إن هي لا قابلة للعلاج. لا لا، أنا لازم علاج، بس العلاج خسروا حاجة بس ممكن يوقفوها بالعلاج. أيوه بالعلاج، بالعلاج بنخلي الحاجات اللي خسروها دي يبتدي تبقى نورمال. بس لو بطل العلاج هيرجع تاني زي ما هو. بس اللي مدمن بقاله مده يقول لك مخي باظ على طول يبقى مش هقدر اتعالج. لا ممكن. لا ممكن مخك باظ، بس ممكن توقف البوظان لو وقفت الادمان. انا عايز اقول لحضرتك الخطوره بتاعت الحكايه دي ايه. عندنا احصائيات من الاي اي اللي هو الالكوهوليك انونيمس. لو انسان راح في الكهوليك انونيمس بقاله 15 سنه بيروح، did not relapse، ما حصلش اي relapse له الانتكاس، الشانسز بتاعته ايه يرجع تاني؟ قل طبعا 50%، وما بتقلش. يعني باختصار عدم البدايه احسن حاجه. ده اهم الوقايه احسن من حاجه. واحنا هنتكلم في الوقايه دلوقتي لان انا حاسس ان الكنيسه طيب. ليها دور كبير قوي في الوقايه. طيب معنا مكلم، اتفضل. الوقايه برضو احب اضيف على بعض التاثيرات اللي بتحصل في الجسم، اعضاء الجسم غير المخ. بعض المواد الافونيه بتاثر على مراكز التنفس في المخ، ودي بتؤدي الى توقف المخ لو الواحد زود فيها، وده اللي حصل مع المغني المشهور مايكل جاكسون، ان هو اخذ مواد كتيره البروبوفول وقضت على حياته. يعني كمان
التعاطي المواد الأفيونية ممكن يؤثر على وظائف الغدد الصماء في الجسم، فممكن تنقص هرمون التستوستيرون، وهرمون التستوستيرون ده مهم جدا بالنسبة للرجال يعني. الحاجة التانية ان مشهور قوي ان هو بيسبب الامساك، والامساك المزمن بيبقى شديد جدا، وده طبعا هلازم ليه علاجاته يعني الخاصة بيه. كمان الحاجات اللي ما يعرفوهاش ان هي بتسبب ان يبقى في احتمالات ان الكسور بتعلى، يعني واحد دايما يتكسر ويقع، وممكن ده بيبقى نتيجة الدوخة اللي بتحصل كسايد افكت، كعامل يعني من عوامل التأثيرات الجانبية للمخدرات. فهي عبال ما بتوصل او تأثر على المخ بتكون قبل كده أثرت على أعضاء كتير في الجسم يعني، مش بس المخ. مهمة خالص. طيب معنا مكالمة ناخدها، اللي معنا على الخط. هلو هلو، مساء الخير. أهلا بيك دكتورة شهيرة، ازيك؟ أهلا وسهلا. أنا في الأول بشكرك خالص، وبشكر دكتور مايكل، وبشكر بيرا، وبشكر دكتور بشاي. من الموضوع ده فعلا موضوع مهم جدا، وأنا سؤالي منقسم لشقين. أيوة. أول حاجة كخدام في الكنيسة في بداية 6th grade و 7th grade بنواجه مشكلة كبيرة مع الولاد في الموضوع ده بالذات. الولاد، في ولاد للأسف بيتعاطوا الحاجات دي، وفي ولاد بيشتكوا لنا بيقولنا احنا تحت ضغط شديد، بيتعرض علينا الحاجات دي كتير وببلاش. فرقم واحد، احنا انا عايز اعرف احنا نعمل ايه، نتصرف ازاي، سواء مع الولاد اللي اوريدي ابتدت تاخد، او مع الولاد اللي جو قولنا احنا مش عارفين نعمل ايه، we are under pressure، دي free، دي تهنى free. ده اول شق. ثاني شق مع البيرنت، عندنا بيرنت بسطة خالص، very simple، فمش عارفين جاب واسعة ما بين الولاد 6 و 7 و 8 و 9 جريد وما بين البيرنت، فمش عارفين نعمل ايه. ايه الدياجنوزيس، ازاي في symptoms، I'm sorry، ايه الاعراض اللي ممكن البيرنت يشوفها ببساطة يحس انه ابنه ابتدى يدخل في دائرة الادمان، ويعمل ايه؟ هل يواجه ابنه؟ هل يروح للكنيسة او هل يروح للدكتور؟ فانا سؤالي شقين، شق احنا نعمل ايه؟ ثاني شق البيرنت، بس عايز اجابة مش ميديكال، عايز اجابة بسيطة خالص، لان في ناس بتتسنى بمنتهى البساطة واحنا مش عارفين نرد. طيب احنا بنشكرك جدا، لان فعلا اللي انت بتقوله هو ده الوقاية. وانا عارفة ان ساعات الاهالي بتنكر ان ده بيحصل. هنتكلم دلوقتي عن بعض الادوية، ايه اللي بتعمله، وفيرا تقول لنا الاعراض او المظاهر اللي ممكن الاهالي والناس اللي يهمها مصلحة الشاب او الشابة او الطفل اكتوالي او الطفلة يكتشفوها. بس قبل كده معلش، علشان النقطة اللي قالها الدكتور يوسف عوض ان دي بتأثر على حاجات كتيرة خالص، نشوف الفيديو نمرة واحد لو سمحتوا السيد المخرج. 10 أنواع من المخدرات يمكن أن تقتلك في دقائق. 10 كريستال ميث، المعروفة باسم الميثامفيتامين، هو الإدمان على المخدرات للغاية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي للبشر. يتعلق الأمر بقطع الكريستال واضحة أو زرقاء لامعة، والتي يمكن اتخاذها من مجموعة متنوعة من الأشكال. هذه المخدرات عبارة عن نوع من الدواء يعطى لبعض المرضى، ولكن فيما لو لم يتحسن المريض عند أخذه الكمية المحدودة وقام بأخذ جرعة زائدة فإنها تؤدي إلى الموت الفوري. 9 MDMA، هو شكل نقي من أشكال النشوة، إلا أنه يؤخذ أحيانا على أنه مهدئ أو منبه للأعصاب، وغالبا ما يؤخذ على أنه مانع للحمل، على الرغم من أنه يمكن تناوله على شكل مسحوق. إنها تعطى بشعبية كبيرة في الأوساط الاجتماعية في الآونة الأخيرة، لأنها تجعل المستخدم يشعر بالراحة وأقرب إلى الناس. 8 الكيتامين، هو مادة تخدير وسيطرة على الألم للبشر أو الحيوانات، ويستخدم من قبل الأطباء، وجعلت طريقها إلى السوق الترفيهي للمخدرات، فهي تأتي على شكل سائل أو مسحوق أبيض، فمن نتائجها أنها تؤدي إلى الهلوسة، مما يجعل لها شعبية خاصة في الاحتفالات وكأداة للاغتصاب،
فجرعة زائدة منه تؤدي إلى الفشل في الجهاز التنفسي والموت. 7. الميثادون. عادة ما يتم إعطاؤه لمدمني المواد الأفيونية من قبل طبيب للمساعدة في تخفيف أعراض الانسحاب من المخدرات مثل الهيروين، وفي نهاية المطاف كسر الإدمان تماما. أما شارع الميثادون فهو عبارة عن ميثادون لا يشرف عليه أطباء ويباع بشكل غير قانوني، لذلك يصبح ساما جدا إذا ما أعطي عمدا أو عن طريق الخطأ لغير المدمنين. 6. الكوكايين. يعد الكوكايين مصدرا قويا للمخدرات المنشطة المصنوعة من أوراق نبات الكوكا الأصلي في أمريكا الجنوبية. يشعر به المستخدم خلال نشوة قصيرة الأجل، يعمل على زيادة الطاقة وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويمكن أن يؤخذ في مجموعة متنوعة من الأشكال، ولكن بعد كل استعمال يشعر المستخدم أنه بحاجة إلى جرعة أكثر وأكثر في كل مرة، مما يؤدي في النهاية إلى أزمة قلبية أو سكتة دماغية تؤدي إلى الموت. 5. الأفيون. يتم استخدام المواد الأفيونية للعقاقير مثل الكودايين والمورفين التي هي قريبة من الأفيون، فيتم استخدامها من الناحية القانونية من قبل الأطباء لعلاج الألم، ولكنها تسبب الإدمان للغاية، ولكن بالاستخدام الخاطئ تجعل الشخص في كل مرة يحتاج إلى جرعات أكبر ليشعر به. فالمواد الأفيونية هي السبب الرئيسي لأكثر وفيات في الولايات المتحدة بعد حوادث السيارات، فهي تتسبب بإحداث فشل في التنفس والقلب لتؤدي إلى الموت. 4. الهيروين. يشتق الهيروين من المورفين الموجود في الأفيون، ويعد من أكثر الأدوية الخطيرة والمسببة للإدمان على هذا الكوكب، ويتعلق الأمر بجميع أنواعها وأشكالها. المستخدم لديه معرفة بمدى قوتها، ولكن ليس هناك طريقة لتوقع مقدار ما يمكن أن يقتله. الهيروين يضغط على أجزاء من المخ التي تتحكم في التنفس ودرجة الحرارة وضغط الدم، ويمكن أن تقتل في دقائق. 3. كروكوديل. هو دواء الشارع فائق الخطورة، مشتق من المورفين، ولديه مسكن قوي وخصائص لتخفيف الألم. استخدمت أصلا من قبل العلماء في سويسرا، وجدت طريقها في السوق السوداء نظرا لأنها تقدم للمستخدمين كبديل أرخص من الهيروين. يمكن تعاطيها في المنزل وتحقن في الجلد، مما يتسبب في التهابات جلدية. 2. LSD. هو عقار الهلوسة القوي الذي يتم تصنيعه من فطر يتكاثر على الشعير والحبوب الأخرى. يكون على شكل أقراص أو سائل، ويسبب في تقلبات شديدة في المزاج والهلوسة وارتفاع حرارة الجسم وضربات القلب، فالهلوسة تؤدي أحيانا إلى العدوانية والسلوك المتهور، وغالبا ما تسبب الوفاة. 1. سكوبولامين. المعروف باسم التنفس الشيطان، هو أكثر أنواع المخدرات رعبا في العالم. إنها تأتي من البذور من عائلة من النباتات في كولومبيا، والتي تشمل الملاك، الأبواق، وكتل الناقلات العصبية التي تحمل المعلومات في الذاكرة على المدى القصير إلى الدماغ. إنها تجعل مستخدميها يقومون بأعمال إجرامية وارتكاب أعمال لا يريدون عملها أصلا، لأن هذا المخدر قام بتخدير الذاكرة القصيرة المدى، وعندما يستيقظ مستخدمها لا يتذكر ما فعله على الإطلاق. فإن طلب شخص منه أن يقفز عن الجسر فإنه لا يتردد، لأنه لا يعلم ما الخطر الذي يفعله. متهيألي كلنا شفنا الفيديو ده وخفنا كفاية، بس نحب نركز على شوية حاجات معينة موجودة بسهولة خالص. ويمكن فيرا قالت لنا والدكتور يوسف ان بتبتدي بان واحد يضغط على واحد، او زي ما الانبا شنودة ضغطوا عليه بسيجارة، فهو بحكمة وبقوة شخصيته عرف يطلع منها يعني. فهي بتبتدي بان واحد فاكر انها تحلله مشكلته، او واحد زميله ضغط عليه او اقنعه ان يجرب عشان هتديله فايدة، وبعدين شفنا النتيجة. دكتور يوسف قلنا هم ذكروا حاجة على الكوكين، لان ده مشهور قوي، وحتى في مصر وفي دول كتيرة. يعني خطورته ايه؟ احنا طبعا بنشوف الكوكين في الامرجنسي روم لما بيجي الناس في الطوارئ اللي هم بياخدوا كوكين كتير او اخدوا اوفر دوز يعني. للأسف بيجي شباب صغير وبيجوا بستروك، يعني جلطة في المخ وجلطة في القلب بهارت اتاكس، يعني بتبقى حاجة مؤسفة جدا ان شاب صغير ويفقد جزء من جسمه
أو نص جسمه يبقى مشلول أو إن هو يدخل في هارت أتاك وممكن يروح فيها. فده خطورة الكوكايين. طبعا ال LSD اللي هو الهلوسة ده بيجي الشخص هايج جدا وبيبقى صعب جدا الكنترول عليه. بالنسبة للسكوبالامين هو طبعا من العقارات المشهورة انها بتسبب ان ممكن يعني واحد يديها الواحد علشان يأذيه. هو من مجموعة الانتي كولينيرجيكس ده. سكوبالامين احنا بنديه كضد القيء، يعني دواء ضد القيء، بيتاخد في اشكال مختلفة. ومشهور في ان في امريكا الجنوبية ان هم استخدموه استخدامات سيئة جدا علشان يجندوا ناس تحارب بدون ارادتهم او ناس يسرقوا بدون ارادتهم، وبعض اماكن في اوروبا يعني. بس هو يعني مش العقار السحري اللي هو قال عليه، يعني ان ممكن واحد يسلم عليك او يديك كارت ما فيه شوية سكوبالامين وبعدين يبقى انت تفقد كل حاجة يعني. هي فيها جزء من الحقيقة بس مش كل الحقيقة يعني. طيب معنا مكالمة ناخدها. هلو هلو. اهلا بيكي. انا معايا بنتي، هي عندها 14 سنة دلوقتي. ايوة. هي ابتدت تاخد علاج لانها اخدت الحجاز اكتر من مرة، فالدكتور بيقول ان هي عندها ضعف في التركيز او المذاكرة او حاجات زي كده. هي بتاخد كونسيرتا او بالمعنى الاصح مثلي بريديتور. ايوة. دي بتاخدها كل الصبح. هل دوت في نسبة ادمان هيأثر عليها ولا عادي؟ ده كاتب الدكتور عادي يعني مفيش مشاكل. طيب معلش ارد عليكي، الكونسيرتا الحقيقة واحد من بيستعملوه للناس اللي عندها attention deficit disorder او اللي ما بتقدرش تقعد على بعضها لمدة طويلة عشان تذاكر وعشان تسمع المدرسة لمدة 45 دقيقة او حاجة، فبيقعدوا يتحركوا ومش قادرين يركزوا بتفكيرهم. هما بيبقوا اذكياء وساعات بيبقوا اذكياء اكتر من الطبيعي الاطفال دي، والحقيقة المرض ده موجود في الكبار كمان. فطالما بتاخدوا بروشيتا وطالما الدكتور بيتابعها ما تقلقيش عليها. المشكلة ان انت لو يعني هقول لحضرتك المشكلة ان اللي عندهم attention deficit اللي هم عندهم عدم المقدرة على التركيز، لو ما خدوش الدواء الصح بيبقوا معرضين لإدمان الحاجات الغلط. فطالما الدواء بيشتغل، عارفين بيشتغل على اي حتة في المخ وهي محتاجاه والدكتور بيتابعها، يبقى من مصلحتها انها تاخد الدواء. ممكن توقفيه لها في السبت والحد مثلا لما بتبقى ما عندهاش مذاكرة وامتحانات. فعلا لما بتوقفي يومين انا بركز في المذاكرة. برافو. لما بتوقفي يومين في الاسبوع بتقطعي الدايرة المتواصلة دي. طالما هي ما بتبقاش مؤذية. والاتنشن ديفيسيت ديس اوردر في البنات بتبقى ما هياش عنف وكده زي الاولاد، ساعات بتبقى مجرد انها قاعدة بس سرحانة ومش قادرة تذاكر، مش قادرة تركز حتى لو فضلت قاعدة مكانها، مخها نفسه هو اللي مش معاها. فيعني باختصار اديها الكونسيرتا. هي بتاخد ايه، 18 ولا 36؟ 27. اوكي، دي مش جرعة كبيرة قوي. طالما بتساعدها كملي معاها، لانك لو وقفتيها ممكن هي تلاقي نفسها بتتجه لأدوية تانية أغل أوحش من الكونسيرتا أو غلط إنها تتساب من غير ما تاخد الكونسيرتا. شكرا كتير على البرنامج، هو بيساعدنا كتير. شكرا. ربنا يبارك. ربنا يعوضكم. طيب الدكتور مايكل، يعني الدكتور يوسف قال لنا شوية حاجات خطيرة من اللي بيسببها الإدمان على الجسم إذا كان على القلب أو على فتدينا شوية أعراض، يعني إزاي الأهل إزاي الأحباء يلاحظوا و يعني بتوين حضرتك وفيرا الأمورة تقول لنا إزاي الأهل يكتشفوا الحكاية بدري كفاية. هو أنا هأدي موجز كده بسيط وبعدين فيرا تدي التفاصيل. عشان أنا أقول إن واحد
أو طفل إذا أدكت لازم هيعمل حاجتين، هيكذب وهيسرق، لازم الحاجتين دول. ده متأخر كنت... شوية ده. لا مش متأخر. لا مش ضروري يسرق فلوس. يعني أنا ممكن يسرق وقت، يسرق من أهله الوقت، يقعد في الأوضة ما يكلمهمش، يسرق من أصحابه يبتدي يقعد وينطوي على نفسه، ممكن يسرق من ربنا الوقت بتاعه وما يروحش الكنيسة. السرقة بالمفهوم الكبير. فهي مش مجرد ان هي بس لازم هيعمل حاجتين دول، هيكذب، وممكن يكون كذب بسيطة جدا، انت رحت لا ما رحتش وهو فعلا راح. فإذا لقيناه بيكذب أو بيسرق من المفهوم الكبير يبقى ده دخل في الإدمان، يبقى حصل دخل الإدمان. فكلمة يسرق دي تقصد بها أنه معزول. معزول، ممكن يكون بيسرق، بياخد يسرق وقت من حتة يحطها في حتة مش مظبوطة، يسرق وقت من أصحابه، يسرق وقت من عيلته، يسرق وقت من ولاده. يعني ممكن يسرق وقت من ولاده. ولو ولو اتدهور هيبتدي يسرق فلوس. وبعدين دي اخر حاجه الفلوس، اخر حاجه الفلوس. لكن من قبليها زي الاخ اللي كان بيسال على يعمل ايه او يبتدي البيرنتس يعرفوا ازاي ان الولد ده داخل في موضوع الادكشن، موضوع الادمان. فيرا تكمل بقى الصوره على بعضها. اوكي. في physical signs اللي هي الحاجات اللي بتبان على الجسم اللي بتبان من برا. بس قبل ما ابتدي احب اقول انه يعني دول الساينز دي، الاعراض دي لازم تيجي مع بعض، يعني بيجوا مجموعة اتنين او تلاتة. يعني مش عشان الولد بيرش في مناخيره يبقى الولد على المخدرات. نو. فنتكلم على الاعراض اللي هي بتظهر على الجسم. اول حاجة العين، the eyes can reveal so much. لو ال pupils كبيرة او too big او too small، النني كبيرة السودة في حتة صغيرة كبيرة او صغيرة. دي تقول لك that's a big sign. لو العين كبيرة bloodshot. لو الولد او البنت خس كتير مرة واحدة او تخن كتير مرة واحدة. لو في تغييرات في الاكل، نظام الاكل، مش بياكل او بياكل too much. بيبتدوا الولد مش ما بياخدوش بالهم من نفسهم خالص، الولد او البنت مش عايزة تاخد بالها من نفسها. ما فيش personal you know ما فيش personal grooming habits. الريحة أهم حاجة، في كتير parents they miss الريحة اللي على الهدوم أو الريحة العربية بتاعت الولد، إيه سجاير أو الكحول، ريحة الأوضة بتبين كتير. وطبعا بعد كده في ال shaking، في اللي هو التراب أو scratching. في اللي هو بيستعمل meth، اللي هو crystal. احنا شفنا صورة وانا قلت دي typical picture بتاعت amphetamine. انه يبتدوا عندهم حاجة اسمه tactile hallucination، ويحس انه في زي bugs او سي حاجة تحت الجلد، ويفضل يقطع في الجلد بتاعه طول ما هو تحت المخدر، تأثير المخدر يفضل يقطع ويبتدي يشيل، حاسس ان حاجة ماشية تحت، في حاجة ماشية تحتيه تحت الجلد ويبتدي يقطع فيها. ده بتاع اي مخدر ده؟ ده الامفيرامين، الامفيتامين. وده منبه، وده شفنا البيكتشر، قلت دي تيبيكال بيكتشر من اللي انا بشوفه. يس. او بعدين نبص على التصرفات زي ما دكتور مايكل قال، ورا كل التصرفات اللي هقولها دي من وراها بيبقى فيه لاين، الكذب والستيلينج اللي هو بيبتدي يسرقه. اول حاجه موست كومن في الاطفال الصغيره، واحنا قلنا ان ده بيبتدي من سن الأطفال الصغيرة، و 18 ل 25 بيبقى most common، وده السن بتاع الكلية. بنلاقي إن مفيش attendance، مش يحضروا المدرسة زي ما حضرتك قلتي، مش يعملوا، مش عايزين يحضروا، مش عايزين يذاكروا، مش عايزين يعملوا homework. بيبقى فيه financial problems زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، تكلمنا عن إنه الولد على طول عايز فلوس، أو بديله فلوس ومش عارف الفلوس دي بتروح فين. بيبتدوا ياخدوا فلوس من بره من أصحابهم، borrow الاول صغيرين، يبقى بارو كان هيبارو 5 دولار، كان هيبارو 10، استلف يعني استلف. بعدين ابتدي اسرق، يكبر يبتدي يسرق. يبتدوا ان كل حاجه تتعمل في السر، يعني الولد راجع متاخر او الولد طالع متاخر او البنت راجعه متاخره، كل حاجه بتتعمل في السر. المجموعه الاصدقاء تتغير، ممكن بدل ما كان متصاحب على اولاد من الكنيسه او بنات من الكنيسه بقي مجموعه تانية خالص من الشغل او من المدرسه. على طول بخناقات في المدرسة، على طول getting in trouble في المدرسة. دي حاجات كلها في التصرفات.
بتبان. بعدين في psychological science اللي هي النفسية. بيبقى personality تتغير، مثلا الولد او البنت بدل ما على طول كان فرحان وسوشيال بيحب يتكلم بيبقى عايز يقعد وحده، بيقفل في الاوضه، بيقفل على نفسه، mood swings، بيبقوا يتنرفزوا بسرعه او يتضايقوا بسرعه، ما بقاش فيه motivation. يعني كنت الاول عايزه ابقى دكتور، كنت عايزه ابقى مهندس، دلوقتي مش عارف، مش فارقه. بيبقوا paranoid على طول، خايفين او paranoid ان حد هيمسكني او حد هيعرف السر او ماما بابا يعرفوا، فبيبقوا على طول paranoid وخايفين على طول، تحس انهم مخبيين حاجه، خايفين من حاجه. فدي كلها اعراض بتبان على الاطفال والتينيجرز later on. طيب انت ذكرتي نقط مهمه الحقيقه. نمره واحد قالت التغيير في عاداته، وبعدين عشان يخبي الريحة ممكن يندغ لبان طول الوقت وما كانش بيندغ لبان قبل كده، ممكن تلاقي الأوضة بتاعته بقى فيها air freshener اللي هو اللي بيبخوه عشان يضيع الريحة، أو يقعد في الحمام مدة طويلة بيعمل إيه ما كانش عادته. الحقيقة يعني أنت كمان قلتي العين الحمراء دي مهمة، لأنها معظم الأدوية دي بتعمل، إذا ما كانش بتعمله فبعد ما بيروح مفعلها الشعيرات بتاعة العين بتتفتح أكتر. النني بيضيق أو يوسع، أنت عارفين لما واحد يبقى عصبي ومتنرفز النني بتاعه بيوسع، لأن دي حاجة نتيجة الستيميوليشن أو الحاجة المنبهات، زي الكوكين زي ما الدكتور يوسف قال، بيرفع الضغط، بيزود ضربات القلب، بيحتاج القلب لأكسجين كتير عن العادة ومحتمل أكتر من اللي القلب يستحمله، فبيحصل لهم الهبوط في القلب وممكن سكوت في القلب. ويمكن أكتر حاجة موتت ممثلين وحتى إلفيس بريسلي اللي كان من زمان، الكوكين والحاجات المنبهة. فنشوف فيديو وبعدين تشرح لنا دكتور مايكل الفرق بين الأدوية المختلفة. يعني الفيديو اللي شفناه كان رصهم ورا بعض، بس انت قسمهم لنا الحاجات بتنبه وحاجات بتهبط المخ. يعني فنشوف الصورة مثلا بتاعة نمرة 14 اللي هي تعاطي الكوكين، والكوكين من المنبهات هو والأمفيتامين والحاجات دي. اتفضل، شايف بيتعاطوه ازاي؟ اشرح لنا يا دكتور. هو الكوكين دي من المنبهات اللي مع الميثامفيرمين. يعني انا ممكن احط الميثامفيرمين والكوكين الاثنين بعض، في فرق بسيط بينهم، بس دي حاجات منبهات. الكوكين ممكن بيتاخد زي ما شايفين في الصورة الأولانية، بيتاخد عن طريق السنورينج او الشم والاستنشاق الشم، وبعدين ممكن يتاخد كسيجارة، وممكن يتاخد كحقن. النتيجة احنا بنبص على، لو بصيتوا على المناخير في الجزء الاولاني في الصورة الاولانية اللي على الشمال والصورة التحتانية اللي على الشمال، من كتر الاستنشاق، لان الكوكايين او الامفيرمين بيقفلوا الشعيرات الدمويه، فبيعملوا الاول بيعمل سويلنج، يعني بيعمل انت تورم في النسيج المبطن للانف، فيبتدي يورم، بس بعد شويه بيبتدي يحصل له انه بيموت. والنيزل سيبتم او الفاصل الحاجز اللي ما بين الاثنين الجزئين بتوع المناخير بيبتدي يتكسر، ودي الصورة اللي تحت شايفينها ان هو في فتحة ما بين الجزء الشمال والجزء اليمين من المناخير. زائد ان هما لو شفت الصورة بردك من تحت هتلاقي اللبس ار سويلنج، اللبس او الشفة متورمة. ليه؟ لان ده خدها بايب سموكتد بايب، فالبايب حرقته وحرقت اللب، ودي بنشوفها كتير برضك. وفي من كتر الاستعمال
على السطور اليمين تلاقي الستركشر بتاع النوز او كل الكارتليج او الغضاريف اللي ماسكه النوز كولابست كلها من كتر الاستنشاق، والنتيجه ده اللي احنا بنشوفه. الكوكين بيعمل حاجه تانية زي ما قال الدكتور يوسف قبل كده، ان هو الحاجه الوحيده ان لما بيجي واحد عنده هارت اتاك وجلطه في الدم في جلطه في القلب 21 سنه، دي لازم تكون كوكين لغايه ما نلاقي لها مصدر تاني، لان مش مفروض واحد عنده 20 سنه يجي له هارت اتاك. فدي اذا جت هارت اتاك يبقى لازم كوكين. طيب نشوف برضو تأثير المخدرات على الجسم كله. نمرة 7، والدكتور يوسف تعلق لنا على هنشوفه يا دكتور الصورة، خلي الصورة وهو يتكلم عليها، تفضل. طبعا زي ما قلنا من شوية تأثير على الدماغ أو المخ بيدي جلطات، و الجلطات دي ممكن تبقى جديدة وتسبب شلل، وممكن تبقى الجلطة يعني ما تسببش شلل بس ممكن تسبب موت كمان، لو جلطة كبيرة وقفلت جزء كبير أو شريان كبير في المخ. زي ما احنا شايفين بالنسبة للتأثيرات على العينين، لأن احنا من الصبح بنتكلم على تأثير المخدرات على العينين وازاي انها بتوسع نن العين او البيوبلز يعني، وده بيسبب ان في ضوء كتير بيدخل، ومع تكرار الحكاية دي كل يوم بيؤدي الى ضعف الابصار. طبعا معروف جدا ان لو انت شفت اي واحد بيشرب الكحول بتشوف ازاي ان هو الطريقة اللي بيتكلم بيها، فتعرف ان ده سكران يعني، الكلام الملخبط، الكلام اللي هو مش قادر يكمل الجملة، الكلام اللي هو ملوش معنى. بعدين ممكن يسبب زي ما قال الدكتور مايكل، ممكن يبقى فيه نزيف في الأنف واحتقان في الأنف والحنجرة، والتنفس قلنا اتكلمنا عليه ان هو ممكن يسبب توقف التنفس نتيجة تأثير على مركز التنفس في المخ. كمان معلش دكتور الكحول، لان ده السلايد ده بتاع الكحول. الكحول بيأثر على كل جزء من الجسم، مظبوط، كل جزء. فاحنا هنبتدي نشرح جسم كله يعني. الكحول بالذات بيأثر على كل جزء في الجسم، الكبد هنلاقي فيه، القلب هنلاقي فيه، الرئة هنلاقي فيها، اللسان هنلاقي فيه، الثروت هنلاقي فيه، كل الاسافجس هنلاقي فيه، المعدة هنلاقي فيها. فهو الكحولات بتأثر على كل جزء، حتى الغدد الصماء اللي حضرتك ذكرتها قبل كده. فعشان الواحد يعرف تأثير الكحول على الجسم بيأثر على كل حتة. سيد دكتور يوسف ذكر حاجة حلوة خالص عن التنفس، لأن معظم الأدوية اللي بتتاخد علشان الواحد يحس انه هو هادي اضطرابات، ضد الاضطرابات، ضد الاضطراب، واللي هي بيسموها ديبريسنت او بيسموها مهدئات، معظمها بتهدي التنفس. وطبعا احنا كلنا فاكرين مايكل جاكسون اللي مات من سنتين ولا ثلاثة، اللي كان قدامه لسه حتى كان عنده تاني يوم او ثالث يوم حفلة كبيرة في انجلترا، يعني مات لانه عايز حاجة تهديه عشان يقدر ينام، وطبعا اخدها وما قامش منها. فالحاجة التانية احب انوه ليها علشان خطيرة خالص، ان احنا يعني الحاجات اللي بنشوفها دي حاجات متطورة وحاجات في البداية حسب نوع الدواء. يعني ممكن دواء يعمل هبوط في التنفس من أول مرة والإنسان يموت، وممكن دواء تاني يقعد مدة طويلة على ما الإنسان مخه
يجيله المناعة أو يجيله عدم الإحساس بنفس الشعور بحيث الجرعة الكبيرة اللي تاخدها ممكن تموته. بس لما نتكلم مع الأطفال ومع الناس مش عايزين نضخم الموضوع، يعني نقول لهم انت هتموت. ليه؟ لأنه ممكن يجرب مرة وما يموتش، ممكن يجرب مرة وما يلاقيش نفسه بيهلوس، ممكن يجرب هو طبعا مش هيحس لو بيهلوس. بس أنا قصدي أن في البداية الشاب أو الطفل لما بياخد الحاجة من صاحبه بيقول الله دي ما عملتش اللي بابا وماما والأستاذ ومدارس الأحد والناس اللي يهمهم أمري حكوا عليها. فدي خطرة. ليه؟ لأن بتحسسهم أن الكلام اللي اتقال ده كذب، وبالتالي يفقدوا يعني ما بيقدروش يفهموا ان الخطورة حاجة تدريجية ممكن تحصل بالتدريج وهو مش دريان. فبين اول مرة ياخدها ما يحصلوش حاجة ويمكن ينبسط شوية فيقول الله ده بسطتني ما عملتش فيا زي ما قالوا. فنبقى حارسين وحذرين في كلامنا ان احنا ما نقولهمش ده يموتك على طول، لان هو مش هيموت. فلما ما يموتش من اول وتاني مرة يفتكر الكلام ده فقد قيمته عنده يعني. فنبقى ناخد بالنا وبنتكلم. والحقيقة يعني عايزين الوقت اللي فاضل نتكلم عن الوقاية يعني. متهيألي اتفضل يعني اتفضل. بالنسبة للأولياء الأمور يعني لازم انت تخلي الطفل او الشاب يعني يعرف الحكاية دي بنفسه. يعني دلوقتي احنا في عصر الانترنت واي ولد او بنت ممكن يحط اسم المخدر او المادة اللي بيستخدمها، وهشوف ان السايد افكتس خطيرة جدا. مش كلام يعني هو بيتقال من ابوه وامه، انما الولاد دلوقتي في عصر الانترنت عندهم وسائل وامكانيات انهم يعرفوا كل حاجة عن خطورة المواد المخدرة ويقدروا انهم يعرفوها بنفسهم. دي نقطة مهمة يعني اذا كنا ضامنين ان اولادنا مش في مشاكل ممكن نقول لهم ادخلوا على النت وشوفوا يعني نخوفهم بداية من قبل ما يبتدوا يعني. برضو عاوز أعلق كمان بالنسبة للألكول. للأسف بعض ولادنا بسبب ان احنا في الكنيسة بنستخدم الأبركة والتناول كده، فبيعتقدوا ان الألكول دي مادة يعني بريئة، وان هو ممكن يستخدم الهارد ليكر والالكوليات. هي طبعا للأسف بتبتدي بالبيرة وبتبتدي بحاجات بسيطة، انما ممكن تقلب مع الولاد على اساس انها مواد بتهدي وبتهدي شوية. برضو احب اوجه لنقطة ان المفروض ان الولد لو هو ليه اي علاقة بالكنيسة بنوجهه ان هو يبص ان الالكول في الكتاب المقدس موجود لا تشربوا الخمر الذي فيه الخلاعة، وعشرات الايات في كتب كتيرة في الكتاب المقدس بتنهي عن استعمال الخمر كمادة مخدرة وكمادة ترفيهية ممكن تخلي الواحد يفقد وعيه ويسكر. وبيتحججوا طبعا بالآية بتاعت قليل من الخمر يصلح المعدة، وطبعا الكلام ده يعني كان أيامها ما فيش أدوية خالص للمعدة، فكانوا بيستخدموا الكحوليات خفيفة جدا لإصلاح بعض أمراض المعدة. ولكن في العصر الحالي احنا عندنا أدوية كتيرة للمعدة، وإن كثرة الخمر لا يمكن إنها تصلح المعدة إنما هتأذي المعدة. وزي ما قلنا الألكول بيأثر على كل جزء من أجزاء الجسم بالذات الجهاز الهضمي، وممكن يأثر على ويجيب تليف للكبد. وياما شفنا ناس ضيعت الكبد بتاعها بسبب الكحوليات. طيب بنشكرك يا دكتور، لأن الكحوليات الحقيقة عمل في الدكتور مايكل وفيرا
مع الدكتورة جيرمين والدكتور مايكل ملك اتكلموا في برنامج كان عظيم جدا عن الكحولات. يا ريت كل الأحباء يطلبوا السي دي بتاع البرنامج ده من قناة لوغوس، وتبقى بعض البرامج اللي بتعملها قناة لوغوس هايلة الحقيقة. ممكن بنقعد نفكر ندي ايه هدية للناس في المناسبات، ممكن نديهم السي دي، وده ممكن يتسمع في العربية وممكن كمان يتشاف على السي دي بلاير، وتبقى هدية غريبة شوية لكن مفيدة جدا جدا، بدل ما بنشتري حاجات يمكن الإنسان ما تفيدهوش زي السي ديز بتاعة البرامج. فالكحول مع في برنامج حلو، دكتور مايكل عمل برنامج هايل عن التدخين، وعمل برنامج حلو خالص عن الترامادول. فبالبرنامج بتاع النهاردة يبقى عندكم وقاية كفاية للأولاد تدهولهم يتفرجوا عليهم، حتى لو ما فهموش كل حاجة فيها عشان العربي يعني، طبعا في مصر اللغة مش مشكلة، لكن حتى لو ما فهموش فاحنا عارفينهم بيفهموا عربي كويس لما يعوزوا، يعني تقول له تعالى كل بيفهم كويس خالص. فيشوفوها، وبنحاول نجيب فيديوز وصور. وبالنسبة الصور نشوف بس شوية أشكال لناس اتغيرت حتى مظهرهم، يبقى يصعب على الواحد إزاي من غير ما هم يدروا. وبعد كده ندخل مع الدكتور مايكل للوقاية والنصايح. نشوف فيديو عشر، قصدي صورة نمرة 10، بس نشوف كده نتأمل فيها في بعض التغيرات اللي حصلت على الوجوه الناس دول. للأسف هم ما بيلاحظوش. لو عندهم صور لشبابهم وهم لسه صغيرين، يعني شوف الصورة اللي في النص، الرجل ده كان مهندم وشكله صحته كويسة، شوف لونه بقى ايه وشعره بقى ايه وسايب دقنه وحاله. الشمال اللي هم قبل واليمين اللي هو بعد. يعني فكل واحد ياخد فكرة. برضو في صورة تانية لناس، صورة ثلاثة لو سمحت توروها لنا. بتروح النضارة، بيروح النظافة. يمكن الصورة نمرة 3 هنا بتبين الدكتور مايكل كنت بتحكي عليه، بيقعد يهرشوا في جلدهم ويجرحوا في جلدهم من غير ما يحسوا، حاسين ان حاجة ماشية تحت جلدهم، ودي بتحصل مع دي الحقيقة الصورة دي بالذات بتنطبق على المروانة. فبرضو ده بيدل على ان المروانة مش عقار بريء، ولا عقار يعني ممكن نحن نسيبه الناس يبقى عقار بتاع يعني ترفيهي وكده، انما دي خطورة المروانة. وده الكلام اللي قاله دكتور مايكل، ان شركات الانشورنس هتبتدي دلوقتي انها تاخد نوتس ان ممكن اي واحد هيتعاطى مروانة ممكن الانشورنس بتاعه يزيد يعني. الحقيقة الخطورة هنا ان زي مثلا المروانة اللي هي الحشيش في مصر، البانجو او الحشيش يعني. فاللي بيحصل ان من كتر الناس ما استعملتها، الدول بتحاول عشان بتكلفهم ان هم يتابعوا، بتكلفهم ان هم يقول الادمان بتاع المروانة مش كويس، فطلعوها من تحت القانون عشان ما تبقاش جريمة، لان لقوا ناس كتير بتتمسك علشان عندهم مروانة في العربية. طب ما احنا نوفر تكاليف السجن وتكاليف المحاكمة ونسيبهم ياخدوها في العربية. والحقيقة يعني يمكن المروانة من الحاجات اللي في الأول ما بتأثرش على الإنسان، لكن أوحش تأثير لأي عادة وحشة إنه بيفقد احترامه لنفسه، ويبقى حاسس إنه بيعمل حاجة غلط، وكل ما يتمادى فيها كل ما احترامه لنفسه وأنا مش بتاع الحاجات دي، زي البابا شنودة لما قال له، هو عايز يقول أنا ما بدخنش بس يعني أنت أحسن مني، بس قالها له بطريقة حلوة. احترامه لنفسه وان هو فقد الثقة وفقد التحكم حتى لو حاجة تافهة وبسيطة في الاول، دي بتخليه ينزل يعني ينزل مستوى مش عارفة اقولها ازاي، يعني مستوى الحديد. ينزل لمستوى الحضيض، ان هو يقول لك يعني زي ما بيقول الآية، بتقول جميع الأشياء تحل ولكن ليس الكل يوافق. فهو بيفقد كده انها تحل ولا لا.
يقول لك دي تحل وبعدين يوافق بقى بعد كده، بس بدل ما يقول ليس الكل يوافق بقى الكل يوافق. فونس نزل للمرحلة اللي فيها يقول أنا مش بتاع الحاجات دي، خلاص بقى بيفقد التحكم في نفسه. ندخل في النقط المهمة يا دكتور، إذا كنت تحب تدينا الأدوية المنبهة بسرعة والأدوية المهبطة أو الديبريسنت والستيميوليت، وبعدين تقول لنا إزاي نقي الشر أو الوقاية. النقاء، شكرك كتير. الأدوية اللي بتتعاطى بتتقسم لجزء هلوسة، جزء منبه، جزء مهبط، أو جزء depressant. فالحاجات اللي ذكرت في الفيديو اللي احنا سمعناه، الاسكوبولامين والNMDA والماريوانا، دول بيقعوا تحت، والبي سي بي بيقعوا تحت موضوع الهلوسة. الماريوانا دي هتبقى بعيدة شوية، لكن برضك ممكن بتأثر وممكن بتزود موضوع الهلوسة. المنبهات اللي هم الأمفيتامين اللي هو الماث اللي هو الأمفيتامين والكوكين، ودول اتكلمنا عليهم وشفنا سلايدز ليهم. يجي بقى الحاجات الديبريسنت او الحاجات اللي بتقلل المخ وبتقلل التفكير، بيبقى حاجات زي الكلام اللي هو كلامه الدكتور يوسف اللي هو بتاعت أدوية التعاطي، ده التعاطي بتاعت الوجع، دي من ضمن الحاجات. الحاجة التانية الحاجات المهدئات اللي هي زي الزاناكس والأتفان والكلونابين والفاليوم، دول عبارة عن مهدئات لما بنديهم لما يكون الإنسان عنده اضطراب. فدول حاجات بتقلل أو بتقلل الاكتيفيتي بتاعت المخ. فأنا أتكلم شوية على المهدئات، الستيمولانت أثنك إن الدكتور يوسف ذكرها، فأنا أتكلم شوية على المهدئات. المهدئات اللي هم حاجتين، يا أما أوبيت اللي هو الوجع، يا أما حاجات المهدئات بتاعة الأنزايدي أو الاضطراب. دول الأوبيت ليها خواص إنها بتشيل الوجع، لكن في نفس الوقت بعد شوية هنبص نلاقي ان الوجع موجود والعيان بيتعاطى لانه مش قادر يبطلها، لانه لو بطلها بيدي احساس وحش له، الكودين والحاجات زي الكودين والفايكودين والناركو والحاجات دي كلها. وبعدين بالنسبة للانزيوليتك اللي هي الحاجات ضد الاضطراب اللي هو زي الزاناكس والاتفان، مشكلتهم مشكلة كبيرة ان بيبتدي بجرعات بسيطة وبعدين بيزيد. مشكلتهم ان هو الديتوكس بتاعهم او ان احنا نسحب المرض منهم صعب جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت طبيا خطير جدا، لان ممكن تحصل سيجرز، ممكن تحصل موجات صرع منه. الحاجة التانية، لو عايز تعرف واحد بياخد الادوية دي ولا لا، انا بحس ان الناس دي it became stupid، يعني became مش منتبهة. ممكن ينسى، النسيان مهم جدا، ومشكلة ان النسيان بيؤدي الى ان احنا ان العيان بينسى انه خد الدواء بيرجع ياخده تاني وهو مش قصده. يعني بص لقي دلاله 30 حباية بعد 3 ايام مش لقيهم ومش لقيهم، وفعلا هو يعني حقيقي يقول انا خدتهمش، لكن هو فعلا خدهم، لان تحت تأثير الدواء بينسى انه خد، وبينسى حاجات كتيرة جدا، لدرجة ان في الدي واي دلوقتي والحاجات اللي هو البوليس بيمسكه وهو بيسوق ومش مظبوط. مش لازم تكون كحول، مروانة ممكن تكون مضاعفات بتاعت الادوية بتاعت الاضطراب. منهم كمان دواء خطير جدا وبنستعمله كتير اللي هو الامبيان اللي هو بتاع النوم، وده في ناس نامت وبتسوق وهي نايمة والبوليس وقفها وهي مش دريانة انها سائت، لانها خرجت من البيت
تحت تأثير المخدر ده خرجت من البيت وسقت العربية وهي لسه نايمة. بيقوموا يتكلموا حاجات وبنشوفهم تاني يوم يتكلموا وعملوا مكالمات كتيرة. وساعات لما تكون ستات وكبار تلاقي عملوا مكالمات مش عارفين هم عملوا لمين وبيتكلموا كلام وحش. فالحاجات المهدئات دي احنا دلوقتي ما بنديهاش اكتر من اسبوعين، ولما بنبتديها بيبقى لنا مخرج يعني هنخرج ازاي، لان انا مش عاوز الشخص ده يكمل على الادوية دي كتير. ادوية الوجع نفس الحكاية، بنحاول ان احنا ناخد بدل ما نديله يعني مثلا ظهره بيوجع، طب نديله كايروبراكتس، نبعته الفيزيكال ثيرابي، نديله حبة أدوية ضد عضلات إنه يرخي العضلات بتاعته، وأبعد حاول أبعد عن الأدوية اللي هي بتدمن، لأن بعد شوية مش هقدر أوقفها ويكون العيان أوريدي ابتدى فيها. الحقيقة الدكتور يوسف وحضرتك ذكرتوا نقطة مهمة، الأدوية المسكنة للألم دي بيكتبها الدكاترة، فالواحد نمرة واحد بيعتقد ان مدام الدكتور ادهاله تبقى مش مضرة، الكلام ده مش مظبوط. الحاجة التانية يمكن الدكتور يوسف ذكر حجرة الاستقبال، واحد يبقى عنده وجع في ظهره مثلا يقوم رايح حجرة الاستقبال خصوصا لو مش هتكلفه فلوس، فالدكتور عارف انه مش هيعرف يعمله حاجة على الوجع بتاع الظهر ده في الوقت ده، يعني وجع الظهر ما يروحش حجرة استقبال لان الدكتور بتاع الاستقبال مستني حاجات خطرة مش حاجات بقالها كام يوم وجعاه، فيقوم كاتب له مثلا تايلينول نمبر 3 اللي هو فيه كودين، وبعدين يخلصه ويكتب له مثلا 30 قرص، يعني صورته ابتدى ايه يتعود عليه فما بقاش يجيب نفس التأثير، ممكن ياخد 2. هو حتى لو ما جابش نفس التأثير على الوجع هيجيب ضعف التأثير على الجهاز التنفسي وعلى المضاعفات، يعني المضاعفات بتحصل من غير ما الإنسان يحس بيها لكن تأثيره على الوجع واحد، وبعد شوية مش مقصر ياخد 2، لأن الكيماويات اللي في المخ اللي مفروض بتتحرك بواحد بعد شوية هتحتاج 2 و3، وبعدين تبص تلاقيه رايح الإمرجنسي روم في حتة تانية. الدكتور بتاع المرة دي يكتب له حاجة اسمها أوكسيكودون اسم تاني، فهو يبص يقول لا مش ده اللي أنا خدته قبل كده وهو نفسه فيه الكودين أو بيعمل نفس التأثير، فتبص تلاقيه خد له 30 قرص تاني، وبعدين حجرة استقبال تالتة ورابعة، تبص تلاقي الإنسان أصبح مدمن للأدوية المسكنة ومش قادر يبطلها، وإحساسه بالوجع اللي كان مثلا من 1 لـ10 كان نمرة 5، تلاقيه بعد ما يبطل أو يروح مفعول الدواء ظهره بيوجعه قد ما كان 10 مرات، أو الصداع أو يعني الوجع بعد العملية وهكذا. فتبص تلاقي الإنسان بيسعى للدواء بكمية أكتر وتكراره من غير ما يكون في قصده أنه هو يدمن، لكن الحلقة بتاعت الوجع وإحساسه بالوجع بيزيد رغم أن هو نفس القرص اللي خده قبل كده وريحه وما بيرحوش دلوقتي، فبتلاقي الإدمان دخل من غير ما هو يحس ولا تكون في نيته. فننتبه للحاجات دي لأن الأدوية بتاعت الألام ساعات الدكتور عايز يخلص من العيان ومن شكواه يدهونه، وده اللي كان بيك وتفضل. حبيت بس أعلق على نقطة بالنسبة للأدوية اللي بتيجي برشتات، ما في شك أني بعض الدكاترة بيدوا الأدوية دي مثلا للجرانما لتيتا أو كده لأنها عندها مثلا التهابات في المفاصل، عندها كانسر، وبعدين هي بتسيبها في البيت وما بتعرفش طبعا، ممكن تين ايجر ولا شاب يدخل من العيلة يعني ما تعرفش ان هو ممكن يكون مدمن، فبهو بياخد منها وهي مش واخدة بالها لأنها ممكن تكون ناسية. فلازم الناس تاخد بالها من الحكاية دي، مهمة ان الناس تاخد بالها ان المخدرات لما بتتوصف في البيت المفروض ياخدوا بالهم منها كويس جدا، وتبقى محطوطة في حتة ما حدش يوصل لها الا المريض نفسه. وما فيش شك ان في يعني علامات من علامات الادمان او الميسيوز،
ان الواحد يطلب يروح للدكتور ويطلب روشتة كمان وكمان ويقول له انها ضاعت، يقول له يختلق اسباب ان هو ياخد الدواء مره تاني. الحقيقة انا احاول ان اكمل على حضرتك ان في دلوقتي قانون في امريكا ان الفارماسيز لو ما فيش ادوية مش مستعملة في البيت ممكن تروح والاجزخانة تاخدها و تجي تريد اوف ات، يعني بحيث انها ما تستناش. نقطة واحدة، ان الانسان اللي بيشرب سجاير لو خد فايكيدين او اوكسيكودون او ناركو هيز جونا جيت ادكتد على طول، لان اوريدي عنده الادكشن موجود، استعداده يعني استعداده موجود. اول ما هديله الناركو ده هيبقى جيت ادكتد. عاوز الحقيقه ابتدي على طول عشان الوقت قرب، عاوز ابتدي في حاجه ازاي اعمل وقايه للاولاد. وكان في واحد خادم كان اتكلم وقال اعمل ايه في الحالات اللي عندي. الحقيقه اللي عايزين نبتديها من الاول، والحقيقه هنا في الابروشيه ابروشيه لوس انجلوس في الانبا ابراهام، وانا قعدت معاه كذا مره، وابونا لازرس وابونا جيمس، دول الحقيقه بيعملوا عمل كبير جدا وجامد جدا في الابروشيه. فياريت عشان زي ما فيرا قالت انه يبقى في فرستريشن، ويبقى في اول الادمان بيبقى الانسان مش مظبوط ومتضايق وتعبان وعاوز يريح روحه. دي بتحصل امتى مع الاطفال؟ واحنا قلنا ان احنا هم هيبتدوا في سن صغير. هتحصل فيها امتى؟ تحصل لما تكون اهم حاجه موجوده البيت فيه مشكله. البيت فيه مشكله، فيه خناقات، فيه اضطرابات، فيه الاب مش موجود، الام مش موجوده، حصل حاجه، الاب والام بيتخانقوا مع بعض، فالنتيجه ان الاولاد بيبتدي يحسوا بهذا الاحساس. فانا يعني بأشيد وبطلب من كل الآباء ومن الآباء الكهنة ومن الخدام اللي موجودين في الأبروشية أو في أبروشيات تانية يروحوا يشوفوا يودوا الحالة دي والعيلة دي، يودوها للمجموعة زي الأنبا إبراهام وأبونا لازرس وأبونا جيمس، يتصلوا بيهم ويقولوا لهم احنا عندنا مشكلة في العيلة دي، فبليز تيك كير في الاطفال. فدي وقايه بنعملها، وانا اتكلمت مع الانبا ابراهام قبل كده وهو متقبل الموضوع ده كويس قوي، وابونا لازرس الحقيقه بيعملوا مجهود جامد في الموضوع ده. فلو في اباء كهنه عندهم مشاكل في الكنائس بتاعتهم ما بين الفاميليز، بليز ارجعوا كلموا الانبا ابراهام وهو هيقوم بكل حاجة مناسبة بالنسبة للأطفال دول قبل ما يبتدوا في طريق المخدرات. دكتور مايكل، الحقيقة أنت ذكرت نقطة قبل ما يبتدوا، دي مهمة خالص. فالحقيقة يعني إذا كنت تحبي تقول لنا إزاي الأب والأم يقعدوا مع أولادهم وهم لسه 5 و6 سنين، يكلموهم شوية، يحضروهم إن هيتعرضوا لضغوط ويتعرضوا للناس تقول لهم جربوا ده. لان على فكرة انا احب اذكر حاجة بالنسبة للاولاد في المدارس، الانسان المدمن بيبقى محتاج لفلوس عشان يشتري الادمان بتاعه، وطبعا كل ما اللي بيبيعله يشوف ان هو محتاج اكتر كل ما السعر يزيد اكتر، وبعدين يقول له طب انت مش قادر تدفع، هات لي زبونين 3 اكسب منهم، زي كده يبعت له يعني زباين علشان يديله، هيديله 2-3 ببلاش مقابل زبونين 3 جداد كمان. فازاي بيتصرف؟ يلاقي زميله باباه مقتدر مثلا فيمشن عليه، وعاده الادويه والمخدرات والناس اللي بتبيعها للأسف، عشان كده بنشوف ممثلين مشهورين جدا وأطفال في التمثيل، يعني تبص تلاقيه مشهور قوي وعمل فيلم هومالون مثلا، وبعدين كده نسمع بعد كده ان هو دخل في الإدمان ودمر حياته ودمر مستقبله في عز شبابه. ليه؟ لأن هم بينشنوا على الناس اللي عندهم المقدرة المادية. فطبعا فيجي واحد في المدرسة في إعدادي مثلا، أنا أعرف واحد من العيانين بتوعي كان بيقول لي ببيعهم
للأولاد في المدرسة. قلت له إزاي؟ قال لي وهم خارجين بحطها لهم تحت الرصيف في الفتحة بتاعت البلاعة يعني، فهم ياخدوها ويدفعوا لي الفلوس بعدين. فشوفوا ده واحد كان عنده حوالي 11 سنة، فبيضطروا يلاقوا زباين ويقول لصاحبه أنا خايف عليك، أنا أنت متضايق ليه؟ وتعالى حدي لك حاجة تبسطك، ويبتدي مرة من غير ما يدرى والأهل مش دريانين. فإذا ما كانش الأهل عارفين إن دي ممكن يتعرض لها الابن وينبهوه قبل ما تحصل وهو في سن صغير، وزي ما قالت لنا فيرا إنه ما بيبتدوا على 9 سنين، 9 سنين ده زي ما بتقولوا بيلعب كورة، والأهل ما تفتكرش إنه هو هيجي في يوم ويتربط في المشكلة الكبيرة دي. فتتفضلي تقول لنا إزاي الأب والأم يتكلموا يفتحوا الموضوع، وطبعا دي معناها مدرس مدارس أحد، وياريت اللي في الكنائس وفي الجوامع وفي المحاضرات مش بس في الحديث الأسر يفتحوا المواضيع دي، وياريت في اجتماعاتنا يعني واحد رايح بيرث داي بارتي وفي 5 أو 6 من اصحابه بالعيله بتاعتهم، ياريت صاحب البيت او اللي ابنه في عنده الاحتفاليه بتاعت عيد ميلاده يجيله الشجاعه ويقول هنتكلم على حاجه ممكن تتعرضوا ليها في المستقبل، ويكلموا ازاي، واذا اكتشفوا ان هو بيعمل حاجه غلط يكلموه بطريقه ايه. اتفضلي. زي ما دكتور بشارة قال انه لو جبنا مثلا لو جبنا مثلا 10 مدمنين 8 او اكتر منهم، لو رجعنا بيهم نلاقي انه المشكلة ابتدت في البيت الاول بين الاب والام، مشكلة فلوس، مشكلة بابا ماما بيتخانوا مع بعض، بابا عصبي، بابا بيضرب، ماما بتزعق، كله بيبتدي في البيت. فاي انكوريج اي ثينك انه احنا احسن حاجه ان احنا الاطفال الصغيره نسيبها برا المشاكل، يعني sometimes احنا بنكون so stressed او كارب في المشاكل بتاعتنا بندخل الاطفال بقصدنا او من غير قصد، فنسيب الاطفال برا مشاكل البيت الاطفال الصغيره لانه ما يحضروش يعني الخناقات بتاعت الاب والام او النقاش اللي مش هيفيدهم. دي اطفال دي اطفال، لانه لو بابا ماما لو البيت حريقه على طول، طب انا هروح ادور على حته تكون اهدى شويه او حته تريحني اكتر، زي مع اصحابي، زي بعد المدرسه اقعد اتاخر بعد المدرسه عشان ابعد من الخناق ومن الزعاق باطول باكتر مده possible. فدي اول حاجه. تاني حاجه، احنا المجتمع عندنا بنخاف ان نتكلم على حاجات زي الادمان والمخدرات والسجاير، بنخاف دي حاجه عيب، دي حاجه ما ينفعش نتكلم عليها، مش عاوزه افتح عينين الاطفال. صدقوني الاطفال في المدرسه دلوقتي في elementary school من elementary school ابتدائي عارفين اكتر مني ومنكم، لانه بيسمع كل حاجه انتوا فاكرين مش بيسمعوها او بيشوفوها، بيسمعوا وبيشوفوا، العيال بتعلم بعض في المدرسه، لانه لو عيالكم كويسين وتشمشون هم كويسين، العيال اللي بره حواليهم مش كويسين، وكله بيتعلم مع كل، يعني كله بيعلم بعض. فنتعلم احنا اول حاجه، نعلم نفسنا، وبعدين نعلم الاطفال، نوريهم صور. مين طفل صغير عنده 10 سنين عايز يكبر ويبقى شكله زي الاشكال اللي شفناها، او عاوز يكبر ويبقى في يروح السجن، او عاوز يكبر يبقى هوملس؟ في فيديوز على يوتيوب كتير للناس هوملس في الشارع بيصوروهم، انت فين بيتك دلوقتي وابتديت ازاي، هيقول لك بالظبط انا كنت في مدرسه صغير وابتديت ازاي وايه اللي حصل لي وكبرت وطلعت من البيت وخسرت الجاب بتاعتي ودلوقتي قاعد في الشارع. دي في اي طفل عايز يبقى كده لما يكبر، مهمه خالص الحاجه. اتفضل. الحقيقه طبعا في المدارس في دلوقتي برامج عشان يعلموا الاطفال الصغيرين اللي في سن صغير اباوت المخدرات وازاي يعني يتفادوها. احنا عندنا في كنيسه سان جون عندنا واحد امريكاني كان بوليس و بيدي محاضرات في المخدرات، تعرف Officer Chris. فدي برضو واحد مجهودات في الكنائس. انا بس كنت عاوز اسال، طب نفترض واحد مش مسيحي، يعني ايه الريسورسز اللي ممكن يعني يلجا ليها لو اكتشف ان ابنه او بنته عندهم مشكله؟ انا بسال دكتور بشار. احسن حاجه الحقيقه يروح للمتخصصين وهم يقدروا يعرفوا how deep العيان ده في المشكله، يعني هل هي مشكله كبيره، هل هي مشكله قليله، لسه في بدايتها انتهينا. فاحسن حاجه ان يروح للمتخصصين
وفي المدارس بردك ليهم تخصص السايكولوجيست في المدرسة بردك بيتعامل مع الحاجات دي. طيب من الكلام ده الحقيقة في حاجة يعني لما الأب أو الأم يشك إن ابنه بيعمل حاجة يقعدوا يراقبوه مدة طويلة وبدل ما يكلموه مثلا تعالى ابني حكي لنا ايه اخبارك حكي لنا بتعمل ايه مع في المدرسة يعني يقدر ياخدوه في الكلام ويحسسوه بالامان لان هو ما بيعمل حاجة غلط بيبقى خايف الاب والام يعرفوا ودي اوحش حاجة انه احنا نوصل لان اولادنا يبقوا خايفين يقولوا لنا علشان هيتنرفز وشايفين باباهم بيتنرفز او مامتهم تعبانة وانتوا الحاجة التانية لما نتكلم معاهم ما نتكلمهمش من ناحية يا ابني انا بعمل كل حاجة اقدر عليها وشايفني بشتغل صبح وليل علشان اجيب لك كل اللي انت محتاجه ولا الام تقول له انا هلكت نفسي علشانك وتعمل كده هو في الوقت ده مش مهم عنده بابا عمل ايه وماما عملت ايه يهمه نفسه هو واحنا لما نتكلم نديله العطف والمحبة والاطمئنان ان احنا هنا عشان نساعده مش عشان نعاقبه او علشان نحمله النقطة المهمة اللي انت قلتيها الذنب ان هو بعد شوية بيحس بالذنب ان هو بيعمل حاجة غلط ودي تخليه يفقد احترامه لنفسه وبالتالي يستمر في الغلط والذنب يروح الحاجة التانية احب اذكرها يا دكتور انت ذكرت ان في ادوية بتنشط نبص نلاقي الطفل مثلا مش راضي ينام زي الكوكين مثلا للساعة 2 وبعدين يجي على الساعة 7 الام تحاول تصحيه في عز النوم يروح المدرسة متأخر المدرس يقول ده بينام في الفصل ليه لان الحاجات المنبهات بعد ما بيروح مفعولها بتعمل مع الانسان العكس نفس اللي اتكلمناه عن الأدوية اللي هي بتضيع الوجع بعد ما يروح التأثير بتاع الدواء على الوجع الإنسان يحس بالوجع بدرجة أعلى من ما كانت فكل المنبهات بعد ما يروح مفعولها الإنسان بينام وبيبقى كسلان أكتر من الطبيعي وبالعكس الحاجات اللي بياخدوها علشان يروقوا وما يحسوش بالحياة واللي هي الديبريسنت اللي بيتكلم عليها الدكتور يوسف قبل كده وقال واحد فهو بياخدها علشان يريح وينام وما يحسش بالتوتر لكن بعد ما بيروح مفعولها في الريباوند ده الريباوند يعني ايه يعني مثلا واحد ماسك كرة وضغط عليها قوي اول ما يشيل ايده بدل ما الكرة كانت قاعدة لوحدها في الارض تقوم تنط لفوق ده اللي بيحصل في المخ بعد ما الكيماويات اللي كانت بتدي تأثير منبه يروح مفعولها الإنسان بيدخل في مرحلة من عدم الانتباه يعني والعكس في التنين فلو واحد سهران بالليل أو شاب بيسهر يقول لك أنا بذاكر والأم تقعد تدعي له وربنا يباركه بيذاكر للساعة 2 و3 الفجر وبعدين تبص تلاقيه مش قادر يصحى الصبح أو يتأخر بعد المدرسة فهو بيضطر خصوصا ايام الامتحانات انه ياخد اكتر من المواد دي علشان يصحصح فناخد بالنا ان مش بس الدواء ده في تأثير عكسي للدواء برضو ده ممكن حاجة نلاحظها بينام كتير الصبح مش قادر يقوم وكان سهران بالليل ومش جاي له نوم فحاجات زي كده فاحنا اتكلمنا على ان البيرنتس يتكلموا مع اولادهم ويفتحوا معاهم المواضيع دي قبلها في الكنايس في الجوامع يشجعوا حبيبتهم يحاولوا نحاول ندور في مواهب في اطفالنا أيوة يعني مهمة احنا فعلا يعني ساعات الاب والام يكونوا مشغولين في الشغل مثلا بنشتغل 7 ايام في الاسبوع 6 ايام في الاسبوع الولد قاعد وحده في البيت طب طبيعي الولد هيزهق هيبتدي يكلم اصحابه في اصحابي فين رايحين فين طب ما اروح معاهم أيوة. طب ما اكلم ده اجرب ده مع ده فنحاول نانكورج الاطفال نلاقي المواهب اللي فيهم دخل خليه يلعب سبورتس مع المدرسه خلوا سبورت تيم دخلوا كلب ودوه ميوزك كلاس اي حاجه يطلع فيها الطاقه بحيث ان هو ما يدورش على حاجات بره يطلع فيها الانرجي بتاعته دي
برضو نتكلم خالص يعني نتكلم. تشغلوهم بحيث ما يبقاش عندهم وقت يزهق فيه ويدور على حاجات تانية. اكشولي حكاية الـ ADD والـ ADHD زادت جدا بعد الفيديو جيمز، لان الاولاد كانوا الاول بيطلعوا يلعبوا بالكورة وينزلوا ويروحوا وييجوا، دلوقتي بطلوا وبقى ماسكين الجيمز وبالكمبيوتر او ماسكين التليفون وبيلعبوا بيه، فدي زودت الـ ADHD وزودت العصبيه فيهم، فالنتيجه ان هو بينتبه مش قادر يركز تاني. بتتكلم على الكمبيوتر برضو، دي حاجه مهمه، ان لان الادكشن مش بس ادويه، في ادكشن للحاجات للصور الاباحيه، وفي ادكشن للجينات زي ما بتقول، والدرجة بقى لهم أمراض دلوقتي بيسموها حسب الجيل. ياريت اللي عنده كمبيوتر في أوضة ابنه يخلي الكمبيوتر ناحية الباب، بحيث هو رايح جاي يبص على الكمبيوتر، مش عشان يعني يتصنت على ابنه ولا حاجة، عشان لو شاف حاجة غلط ينبهه من البداية. ومفيش قفل بيبان على الأطفال لوحدهم، خصوصا في السن الحرج ده اللي هو من 9 لغاية ما يروح الجامعة، لان ده السن اللي بيبقى فيه الاصحاب لهم تأثير وحش، والتليفونات دلوقتي على طول شغالة، وزي ما قلتي يكلم اصحابه في التليفون، تعالى نقابلني تحت، نتقابل بعد المدرسة وهكذا. يعني كل المؤهلات او الخطوات اللي ازاي الانسان ممكن يدخل فيها لتعاطي اي حاجة وحشة او لعادة وحشة، نحاول نفكر ازاي ان احنا نكتشفها بدري علشان ما يحصلش التدهور. الدكتور يوسف ممكن تكلمنا عن الحاجات الجديدة دلوقتي، اللي هو الناس اللي بتشم البنزين والجازولين الكمبيوتر كلينر. طبعا في ناس، طبعا في مواد جديده يعني الناس بتستخدمها، وان كان يعني ناس حتى البنزين الواحد بيحط جاز بيشمله شويه البنزين، وطبعا السجاير والالكترونيك سيجارتس والتدخين عموما، حتى الالكترونيك سيجارت بقت يعني بيبقى فيها نوع من الادمان. كمان ادويه الكحه من الحاجات المشهوره، اللي هو الفينرجان وسكودين، حتى انهم عملوا اغاني عليه يعني عند الناس اللي هم الراب ميوزك والكلوروسيتين. الحاجات دي ابتدت يشيلوها لان ابتدت يستخدموها يعملوا حتى في الاوفر ذا كاونتر الادويه زي اللي هو السودوفيد، ادويه البرد. ادويه البرد بقت فيها كلام كتير، وبقى يكتبوا كل واحد يجي ياخد السودوفيد على اساس ان هو ما يكررش ان هو كل شويه يروح يشتري سودوفيد. ففي حاجات كتير يعني غير الحاجات التقليديه كبيره ممكن الانسان يبتدي يبقى بيوز ويبتدي انه يلخبط فيها يعني. الحقيقه عملوا حتى يلاقوا ناس حاطين حتى عارفين العربيات فيها بيتحط لها بنزين، وبيتحط ماده اسمها الكولنت اللي هي بتبرد الموتور، الماده دي سريعه التطاير، فيحطوها في الكيس وطول ما هم ماشيين يطلعوا من جيبهم شويه ويستنشقوه. فاستنشاق زي ما قلتي الحاجات اللي هي بتتبخ علشان يحطوا السائل تحت ضغط بحيث يطلع، بيتحط النيتروس اوكسايد اللي هو بيضغط، اللي هو بيسموه الغاز الضاحك، اللي بيخلي الناس تضحك وتهلوس وتنبسط. فبتبص تلاقيهم ياخدوا الحاجات بتاعه الهير سبراي، الحاجات بتاعه اللي بتنظف بيها الكمبيوتر من التراب، لانه بيطلع باندفاع، ويستنشقوه وينبسطوا شويه، وبعد كده يجي لهم كآبه، فتبص تلاقيهم يستعملوه تاني. فاي حاجه دلوقتي ممكن تاثر على المخ بيكتشفوا انها تستعمل. ومهمه جدا النقطه اللي قالها الدكتور يوسف، ادويه البرد والكحه، يعني حتى البنادرير اللي هو بتاع الحساسيه ممكن ياخدوه بشكل كبير، بحيث تلاقيهم مش بس يهبطهم، يبقوا اكسايتد اكتر، ويجي لهم زي الايفوريا، ان هم الناس يعني انبساط، طالعين فوق السحاب كده، وبعد شويه ينام
وما يعرفوش يصحوه في المعاد اللي فيه. فلما تلاقوا اي حاجات غريبة او اي روايح غريبة دي نكلمها. مهمة خالص زي ما قلتي نفتح المواضيع مع الاطفال ومع الشباب في كل الاجتماعيات اللي هم من الاسرة لغاية الاجتماعيات المهمة. طيب ندخل في العلاج يا دكتور مايكل. دلوقتي انا عندي شاب معروف ان هو بياخد كوكين مثلا, بتعمل له ايه؟ وهل علاج اللي بياخد كوكين بيختلف عن اللي بياخد اللي هو المنبهات, بيختلف عن اللي بياخد محبطات؟ طبعا 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 الـ 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 كل ماده ليها, كل ماده ليها العلاج بتاعها. وانا بحب ان اذكر الناس برضك ده مرض ومحتاج علاج على طول. العلاج ممكن يكون الاول يبتدي بادويه وبعدين يروح ميتينجز زي السي اي او الاي اي او الان اي, بس لازم يكمل على العلاج. لو بطل الحاجات دي بيتنكس تاني. فطبعا علاج الكوكين والامفيرمين, مشكله الدوايين دول بالذات ان الدوبامين في البرين بيخلص خالص, فلما بيخلص خالص بيبقى اي حاجه فيها استمتاع بتروح, وتبقى الصوره هتبتدي تبقى الصوره بلاك اند وايت. هتبص لاقي كل حاجه الواحد شايفها بلاك اند وايت, مفيش اي كولرز فيها. يعني يحب ان هو يحب مثلا ان هو يتذوق مثلا اكله كويسه, ما يقدرش, ملوش التذوق. بيعمل عمل وبعدين حاسس ان هو انبسط عشان خلص العمل ده, ما تلاقيش له, ما يقدرش يلاقي اي انبساط باي حاجه. فالنتيجه ان هم بيرجعوا تاني بسرعه عشان ياخدوا الدواء عشان يقدر يحس بالانتعاش تاني او بالحياه تاني. دول الحقيقه بيبقى صعب جدا لما بتبقى حاجه زياده شويه. بنحاول ان احنا نحجزهم في اي مصحه, في اي تريتمنت سنتر, على اساس ان احنا نخلي الكريفنج او نخلي الوقت اللي هو موجود فيه مش شايف حاجه ومش قادر ياكل ومش قادر يشرب ونايم على طول مش قادر يصحى, دي الفتره دي تعدي وبتبقى حوالي 15 يوم. بالنسبه لادويه الاوبيت او بالنسبه لادويه الوجع, ادويه الوجع دي ليها ادويه تانية مضاده ليها, والحقيقه بتريح العيان جدا وممكن نستمر عليه شويه لغايه ما نخلي الجسم يبتدي يطلع ومش متعود على الادويه, وفي نفس الوقت التولرنس بتاعه ينزل شويه. الحاجه الثانيه بالنسبه للمهدئات, المهدئات دي اكتر, المهدئات والكحول دول اكتر مواد بنخاف منها لما يجي نسحب الدواء او نعمل له ديتوكسيفيكيشن. ليه؟ لان ليهم اعراض ميديكال كتيره قوي. يعني الكحول اهم حاجه الصرع, الصرع 48 ساعه الاولانيين بيبقى فيهم صرع. بالنسبه للمهدئات الثانيه دي لغايه 6 اشهر, حتى لما نوقف الدواء لغايه بعد كده 6 اشهر بيبقى فيه ممكن نوبات صرع. فالاثنين دول بنعالجهم ولازم نعالجهم. إذا كان بسيط بيبقى أوكي, لكن لو العيان بياخد كميات محترمة بيلازم يخش مصحة لأن أو مستشفى, لأن 48 ساعة الأولانيين بالنسبة للكحول السيجرز عالية قوي, وبعدين بيبقى العيان بيبقى مضطرب جدا وعنده ارتعاشات كتيرة جدا وما يقدرش يبطل. فده بنديله بالنسبة للكحولات بنديله المهدئات زي الفاليوم زي الليبريوم زي الالفان زي الكلونابين, دي بنهدي بيها لغايه ما يعدي, وبتاخد 3-5 ايام بالنسبه للكحول. بالنسبه للمهدئات دي بتاخد وقت شويه, بتبقى اطول شويه من حوالي 7-9 ايام, وبنستعمل حاجه زي فينوباربيتول بنديه بجرعات بتزيد او بتقل على حسب السيمتومز اللي موجوده, وزائد الضغط والبلس والبلا بريشر والحاجات دي بنزود وبنقلل الدواء على حسب
على حسب احتياج العيان لمدة حوالي 7 إلى 9 أيام وبعدين تهدى. بس أهم حاجة تاني عاوز أرجع أقول تاني، إذا إحنا لما عملنا كده عملنا ديتوكس لو سبناه هيرجع تاني، فلازم نخدي له وقت للعلاج، وبعد كده بعد ما يخلص العلاج يبتدي يطلع ويروح للاي اي او الان اي او السي اي. يعني حضرتك بتقول يعني هدف العلاج ان هو مش يعني احنا متوقعين ان هو مثلا بعد اسبوع اسبوعين هيبطل الكحول وخلاص خلص الحكايه على كده. يعني ده مرض، ده مرض مش مش عاده، يعني مرض زي السكر زي الضغط، فيبقى محتاج استمراريه العلاج والكونسلنج او المشوره والمتابعه، يعني ممكن تاخد سنين. مش الكلام ده مظبوط؟ احنا اتكلمنا قلت لحضرتك ان هو بعد 15 سبعة 30 سنه التشانسز ان ريلابس برضك 50%. ودي حاجه مش صغيره. بس تقريبا التطور في الطب دلوقتي خلى عمليه العلاج بقت اسهل بكتير. يعني زمان ما كانش عندهم سباكس، ما كانش عندهم الحاجات اللي بتخلي الواحد بتسد هي بتريح من اللي هو هي بتريح بزرق. لكن الصورة اللي احنا شفناها والعيان اللي حصل له جليوسس في البرين ايه اللي هيصلحه؟ وان كان يعني مش اسهل، فمحتاج برضه بيبقى العيان دلوقتي اسهل ان يتعالج، اسهل ان يتعالج، وعندنا ادويه دلوقتي بتساعده في الودرول، بتساعده في الديتوكس، الحاجات دي كويسه، لكن لسه ما اثرناش كتير على التريتمنت بارت، لسه محتاج، لان حصلت تغيرات في البرين، فلازم تفضل تستنى. ولكن يعني يقال ان لما واحد يكون بياخد الكحول واخد تريتمنت وبعدين ابتدى يرجع تاني وياخد تريتمنت بعد ابتدى يرجع تاني، دي التشانسز بتاعته حوالي 50% ان هو ممكن ينتكس. بينما مثلا لو واحد بياخد سموكينج بيدخن كل ما بيحاول يبطل وبعدين يرجع تاني بتبقى التشانسز اكبر ان هو يبطل. هي في بالنسبه للادويه يعني. انا التغيير لو حصل في البرين تغيير بس زي ما قالت فيرا، يعني مثلا عندنا دلوقتي النالتريكسون بالنسبه للالكوهول، فان الدواء ده بيخش ويلزق على الريسبتورز بتاعت البرين، فلما يجي واحد يشرب ما يبقاش افكت عليه فيبطل. لكن بيبطل يعني بنطلع مثلا النسبه ما بين 3% او اقل من 3%، لو عملت واحد ديتوكس وسبته 3% هيستنى وال 97 ريلابس. اوكي، لما اديله انا النالتراكسون او الفيفيترول ده بالنسبه للالكوهول بزودها لحوالي 60%. فطبعا ده فرق كبير جدا. ده زي فكره الشانتكس للتدخين بالنسبه للشانتكس نفس الحكايه. بالنسبه للسبيتكس او البيبونومورفين بالنسبه للاوبيد بديه فايت سيتس اون ذا ريسبتور، بحيث ان العيان مش محتاج ان ياخد ادويه تاني. وبعدين بطلع، يعني انا عندي في البراكتس بتاعتي بالنسبه للاوبيد 85% نجاح بالنسبه ل 3%. فالادويه بتساعد كتير، ده التريتمنتس الجديده ان احنا هو بنزود حاجه اسمها ميديكيشن اسيستد ريكفري. في سؤال بس يا دكتور، يعني دلوقتي انا عندي عيان وعنده مشكله في الادكشن، انا حبيت ان هو يجي لك، هل دي بتبقى كبر بالانشورانس ولا دي برايفت ولا ايه نظام؟ بالنسبه لامريكا، احنا بنتكلم هنا على امريكا. في العالم انا ما اعرفش، مصر ما عندهمش انشورانس، فكل حاجه بالنسبه لهم لازم هم اللي يدفعوها. بالنسبه لهنا جزء كبير بيبقى متغطي بالانشورانس، وفي جزء صغير العيان بيدفع. الادويه يعني معظمها متغطيه بالانشورانس. هل الميديكير مثلا او الميديكال بيتاخده؟ الميديكال بيغطي. انا بالنسبه لي انا طبعا في المستشفى كلها متغطيه. بالنسبه للميديكال العينين الميديكال مثلا دي الادويه بتتغطى 100% وبنقدر نجيبها وما فيش فيها اي مشكله. الفيزيت بتاعتي حاجات بسيطه يعني. بس بالنسبه للادويه هي دي اهم حاجه، وكل الانشورنسز بتغطي الادويه. احب انوه لبعض النقط من كلامكم. الاخ اللي طلب وبيقول الخادم يعمل ايه؟ لو
شاف ان واحد من التلامذه بتوعه اذا كان المدرس او المدرس مدارس احد او حد من القرايب اكتشف ان شاب او طفل بيتعاطى، يقول لاهله ولا لا؟ يقول لابونا بتاع الكنيسه. اوكي، طب واذا كان مش الكنيسه يعني؟ لما كانش في الكنيسه احنا دي ما فيهاش كونسنت ان هو اكتشف حاجه فبيروح يقول لابوه وامه. يعني خلي بالكم الولد ممكن يكون في حاجه في مشكله، ينبههم يعني. بصوا طيب. بس ولازم يقول لهم ما تتنرفزوش، ما تعاقبوهوش، ما تخوفوهوش، لانه هيعند، لانه هيعند وهيكمل وانتوا تبقوا السبب في ان هو استمر. لا الحقيقه ما كانش عندنا وقت موضوع الموتيفيشنال انترفيوينج، وكنا عايزين نتكلم على تحفيز الانسان ان هو يبتدي يخش العلاج ازاي. ودي لها ستيبس كان عندنا الحقيقه، بس انا ما اعرفش يبقى ما عندناش وقت، لكن لو في وقت اهلا وسهلا. في 12 ستيبس بتوع ال 12 بتوع الاي. طيب الحاجه الثانيه ان كل طفل او كل شاب او الاهالي ما يخافوش ان الناس هتعرف، ودي الحقيقه بتخلي ناس كتير مش عايزين يروحوا للدكتور، اصل الدكتور ممكن يكون من نفس البلد او من نفس الكنيسه او من نفس الجامع او من نفس المجتمع ويقول للناس. الدكاتره على فكره عندهم ال الاقتناع ان اي حاجه بيعرفوها عن انسان ما بتطلعش بره الحديث بينهم هما الاثنين، والريكورد بتاع المريض عمره ما بيتاخد الا لو هو طلب انه يديه لدكتور تاني يعني. حتى الشباب لما بيجوا يتكلموا مع الدكتور وبالدكتور، يعني انا دايما اسال الشباب بتعمل ايه في الدراسه، بطلع الاب والام بره، بتاخد درجز ايه؟ مش بقول لهم انتوا بتاخدوا ولا لا، انا بقول لهم بتاخد ايه على طول، علشان احتمال ان هو ينكر. عاملين ايه مع البنات والصبيان والحاجات دي؟ فالاسئله دي كلها بنخلي الاب والام بره. وبعدين ما بقولش للاب والام اذا كان ممكن انا اتدخل لوحدي، لكن لو واحد بيقول لي انا نوقت لنفسي لازم اجيب الاب والام واقول لهم طبعا. يعني حسب خطورة الموقف اللي فيها الشاب أو الشابة اللي إنسان المسؤول يتصرف. يعني لو الأستاذ اللي طلب علشان خدمة مدارس أحد، هو لو عرف إن الشاب بيتعاطى، وبنشوفهم ساعات للأسف برا يلموا بعض يكلموا ويتابعوا، لو لقاه مثلا ما فيهوش غير إن لازم أهله يعرفوا يبقى لازم يعرفهم، والا هيلوموا الخادم ده ازاي ما عرفتناش، لانه مش هيقدر يعالجه لوحده بالكلام. لازم الاب والام يتنبهوا زي ما قال الدكتور من غير ما يهيجهم، يعني يقول لهم انا عايزكم تتابعوه، لان انتوا عارفين الظروف بتاعه الحياه والمدارس عليهم ضغوط ان هم يتعاطوا مخدرات وكده، بس انتبهوا وتابعوه. هل في تعليق منك يا فيرا ناخده في اخر دقيقه؟ I would say برضو للاباء كان في حاجه كتبنا حلوه قوي ان احنا نتكلم مع الاطفال ومع الكبار. احنا كاطفال وكبار الناس كلها بندور على حد نتكلم معاه، بس الاطفال بالذات اكتر من الكلام بيكونوا عايزين حد يسمعهم. نسمع الاطفال دي. يعني ما نسيبش اولادنا في حالهم فعلا. سوري، بالذات في الاطفال الصغيره بنقول دول فاهمين ايه، عارفين ايه، لا عندهم مشاكل وفاهمين وعارفين، وفي حاجات بتضايقهم لازم نعودهم، والحاجات دي بتبني وبتبني وبتبني لغايه ما حلو خالص. اول ما يوصلوا هاي سكول، اول ما يو ابتدي اشتغل واعمل فلوس وحدي، او اول ما يجيني عربيه بنطلق وبطلع وبيطلعوا في حتت. يعني انت عايزه تقولي عودوهم يحكي لكم من وهم صغيرين عن كل اللي بيحصل في حياتهم، ما تستنوش لما يفاجئوكم ولا انتوا تتفاجئوا. اتفضلي دكتور مايكل. الحقيقه انا اللي انا عاوز في اخر دقيقه عاوزه اقول بدايه، لو ان احنا منعنا اي حد ان يخش في موضوع الدراجز اكتر بكتير واحسن بكتير من نبتدي علاجه. ولو واحد دخل في العلاج، دخل في الادمان، ده مرض مش عاده.
فيحتاج تريتمنت. انا مش مجرد ان انا هقدر اقول انا هبطل انا هبطل زي ما قالت فيرا انا هبطل ويخلص الموضوع كده، مش هيخلص، فاحنا لازم نرجع له تاني. اتفضل دكتور يوسف. احب اعلق ان اهم خطوه في 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 علاج الادمان ان الشخص يعترف ان هو في مشكله، وان هو فقد السيطره على انه يتحكم في نفسه في ان ياخد يتعاطى الماده دي. الحاجه الثانيه ان برضو ان الشخص لازم يعترف ان في سوبر باور او في قوه اكبر منه ممكن تساعده في سبيل ان هو يبتدي يتجه للعلاج، اللي هي طبعا احنا بالنسبه لنا الايمان والصلاه، والناس تصلي يصلوا له، يطلب من الناس تصلي له، وان ده مرض زي ما قال الدكتور بشاره ان هو مرض زي السكر زي الضغط، لان بيحصل تغيرات في المخ مش حاجه يعني هو يخجل منها وكده ويخبيها، لان لو خباها وخجل منها ممكن تتفاقم وتؤدي لنتائج خطيره زي الانتحار وزي الموت المفاجئ الى اخره. دي حلوه خالص، معناها ان الانسان لما بيعترف ان هو عنده مشكله هيخف منها اكتر لو خباها. فدي مهمه، نشجع اولادنا على المرواح للكنيسه والاعتراف مع ابونا، يمكن هو يقدر يقول لابونا، عارف ان هو مش هيزيه عن الاب والام. الاباء والامهات اتعلموا تخلوا ولادكم يحكلكوا حتى الحاجات التافهه اللي ساعات بيبقى مخك مشغول ومش عايزها. دي النقطه المهمه اللي قلتيها حضرتك، ان هو صغيرين تعالى اهلا عملت ايه في المدرسه، ويقعد يحكي على حاجات تافهه، حدف لي كوره ورحت وقرصني و و و نسمع، علشان ده اللي هيخليهم يجوا بعد كده يحكوا ان واحد عرض عليا اخد مروانه وواحد قال لي انت متضايق ليه خد دي. اذا ما كناش نضمن ان هم واثقين فينا وواثقين ان احنا هنستقبل اللي بيحصل لهم بالمحبه وبالارشاد، ونخليهم يكملوا الحكايات ويكملوا الاعذار اللي بيحطوها. النقطة اللي أحب أنبه ليها إن غير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، ودي الكلمة اللي قالها الدكتور يوسف، إن مفيش حاجة ملهاش علاج طالما واثقين إن الله هيساعدنا. ولو في برنامج محطة كده على الراديو بتحكي عن الإدمان وناس مدمنين كتير، معظم اللي نجحوا ومش بقوا بس ناجحين إن هم بطلوا، لكن بقوا بيساعدوا ناس اخرين، معظمهم بيقولوا تعرفنا على ربنا وادانا قيمه نفسنا، انا اللي خلصني الله بدمه، انا غالي جدا عند ربنا. والاحترام الانسان لنفسه وقيمته دي اللي بتخليه يتغلب على الحاجات الاوطى من مستواه. ربنا يدينا كلنا ان احنا نساعد بعض علشان نتفادى المشاكل بتاعت العالم والشر اللي فيه. وأحبائي أرجو أن أنتوا تطلبوا من لوغوس السي ديز بتاعت البرامج دي، وتحاولوا تخلوا أولادكم يسمعوها ويشوفوها، ونتابع أولادنا ونشجع القناة. الحقيقة أنا بشكر كل العاملين في القناة، بيجي يوم الحد علشان برنامجنا مناسب لكل الظروف يوم الحد، نشكرهم. وأرجو تعضدكم للقناة علشان تستمر في الخدمة اللي هي غرضها ان احنا نحضر كل انسان كاملا في المسيح. احبانا كلكم سواء مسيحيين او غير مسيحيين تستفادوا من البرامج، وتعضدوا القناة، ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامج الصحة الكاملة عن قليل بإذن الله. بندي معلومات طبية مش علشان تطبق، لكن لمجرد ان انتوا لما تعرفوها تبقوا متعاونين اكتر مع الدكتور الاخصائي بتاعكم، وبالتالي يبقى في نتيجة احسن.